يحيى حقي كتب في رواية ناس في الظل: في الكيس الذي أنوي إلقاءه في البحر على طول، واضع فيه من فوري ثقيل الدم والثرثار ومستودع النكت البيخة ومحب النكت الأبيحة وهاوي التشكي لطلب الرثاء له، والبخيل النتن والمتملق الكذوب والجبان الحقير الذي يعدل عن الصدر ليطعن الظهر، والمغرور المفتون بشخصه والمتعالم الذي لا يعلو حكم على حكمه، والممرور الرافض لكل شيء على طول الخط والممانع في تكذيب الإشاعات الكاذبة، والحنشاص في الهيفة والمهياص في غير زفة، والمعاند بالباطل ضد الحق الواضح، والمعقدات لكل سهل، والرائي للقذى في عين أخيه دون الخشبة التي في عينه، هو والذي لم يتحقق فتمشدق. يحيى حقي كان معاه كيس هيرميه في البحر في كل الناس دي ويخلصنا منهم للأبد، ولأنهم موجودين النهاردة وموجودين بكرة، نفسي أسأله بعد أكتر من 40 سنة: ما رميتش الكيس ليه وريحتنا يا عم يحيى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الرئيس السيسي أتم تعهدات 3 يوليو 2013 بدستور جديد ورئيس وبرلمان. حبيت أبص الأول على التعليقات على الخطاب. اندهشت إن الخطاب تصدر عناوين المواقع اللي طول الوقت بتعادي مصر من ساعة 30 يونيو. موقع الجزيرة مثلا نقل عن كلام الرئيس: عازمون على بناء دولة ديمقراطية. ورويترز قالت نقلا عن الرئيس: مصر تواجه تحديات تثير القلق. والأناضول عنوانها: مصر تواجه تحديات جسام تثير الخوف. المشروع والخبر والكلام ده كله متصدر صفحتهم الرئيسية في الأخبار المهمة. بي بي سي قالت: السيسي يسلم السلطة التشريعية للبرلمان رسميا، وده نفس عنوان دويتش فيلا تقريبا. وسي ان ان بتقول: السيسي في اول كلمه قدام البرلمان اعلن انتقال السلطه التشريعيه واعلنها للنواب، واجاب نداء ابناء الوطن بمهمه انقاذ البلاد. الكلام ده معناه ايه؟ معناه البوصله بره اجبرت على التعامل بجديه مع الخطاب اللي اهم النقط فيه على مدى 48 دقيقه كان كشف حساب لإنجازات الدولة في أول سنة ونص من تولي الرئيس السيسي المسؤولية. ما دخلش في قضايا جدلية حالية، لكن التزم بقضايا محورية تهم عموم الوطن مش فئات بعينها. الكلمة كان محورها هو الدولة المصرية كدولة ديمقراطية مدنية حديثة، ومصر وطن للكل مسلمين ومسيحيين. الرئيس غير اسلوب مخاطبه الرؤساء عاده للنواب من الرؤساء كانوا دايما بيقولوا اطالبكم، فخلاها اوصيكم. اتكلم عن الشباب وعن تخصيص سنه 2016 ليهم، واتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه والاحزاب والمستقلين ومؤسسات الدوله، جيش وشرطه وقضاء. السيسي بعت رسائل للنواب منها اننا في لحظه فارقه، عشان كده الأوضاع الأمنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بتفرض على الجميع مسؤولية تاريخية وأداء استثنائي. أما في خطر، فاكرين اللي كنا بنتكلم عنه امبارح؟ قال البرلمان لازم يكون برلمان حر ويكون ممثل حقيقي لرغبات الشعب من غير استعراض إعلامي أو من غير منافسة سياسية ملهاش لازمة. رسالة الرئيس للداخل والخارج كانت واضحة، هي ان ارادة الشعب استعادة الوطن من اللي خطفوه لما عملنا ثورة وطنية شديدة النقاء
النهاردة بنحصد ثمارها. مصر ماشية في طريقها ومحاولات عرقلة مصر مش هتنجح. الرئيس قال إن مصر بتواجه إرهاب أسود، ورغم كده هدفنا الأسمى هو إعادة بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. والدولة بتتحول من مرحلة الانتقال اللي هي المرحلة الانتقالية اللي عمالين بنتكلم عنها بقالنا 5 سنين لمرحلة الانطلاق. خلال الفترة دي وخلال المرحلة دي مصر بتسعى عشان تحقق ارتفاع في معدلات النمو في زمن قياسي. كان ضروري ان مصر تبتدي فورا في البنية الأساسية والمشروعات العملاقة. والرئيس قدم كشف حساب عن السنة ونص اللي فاتوا، واتكلم عن شبكة الطرق اللي ابتدينا فيها اللي طولها 5000 كيلو وتشييد مطارات وتطوير مواني وتطوير شبكة الكهرباء عشان خاطر نتغلب على العجز اللي كان موجود عندنا في الكهرباء. ووقعنا على إنشاء محطة نووية وهيبدأ العمل فيها فورا، وشق قناة السويس الجديدة وإطلاق الملاحة فيها، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وبداية مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. المشروعات دي حسب كلامه أتاحت فرص عمل لأكثر من 1 مليون مواطن مصري، والأثار هتنعكس على 5 مليون مواطن. الدولة حطت الشباب في أولويات اهتمامها، فالرئيس قال إنه كلف الوزراء والمحافظين إن هم يعينوا مساعدين شباب، وكان الشباب ليهم تمثيل كبير في المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية. والدولة بدأت في مشروع تمويل مشروعات شباب صغير، والمشروعات دي كانت مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مع وجود خطة لتطوير مراكز الشباب. كل ده كان متواكب معاه العفو عن بعض الشباب الصادر ضدهم أحكام حبس. الرئيس قال الوطن يتسع للجميع، كلمة كان قالها قبل كده والنهاردة كررها. الرئيس قال التعليم والمعرفة أمن قومي وعلى رأس أولويات الدولة، فبيتم حاليا تطوير المناهج، وتم إطلاق بنك المعرفة عشان احنا عايزين نعمل مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. والرئيس قال ان همه الأساسي هم الكادحين والبسطاء، وان هو لابد من التخفيف عنهم واننا نرتفع بمستواهم المعيشي، وده بيجي على رأس أولويات الدولة وأيضا على رأس أولويات صندوق تحيا مصر اللي مول مشروعات متعددة لصالح البسطاء. السيسي اتكلم عن نجاحات مصر في العلاقات الخارجية اللي كانت متوترة مع كتير من الدول الشقيقة والصديقة، والدور المصري كان تراجع بشكل ما حصلش قبل كده، لكن في سنة ونص مصر رجعت تاني وانفتحت على العالم، وده نتج عنه ان بقى عندها مقعد في مجلس الأمن، وبقت بترأس لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس والقمة العربية، وكمان عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي. الرئيس كان بيخاطب أيضا المرأة المصرية من خلال النائبات في البرلمان، ووصفهم بصوت ضمير الأمة النابض، نابض بعشق الوطن، وإن هم صمام أمان مصر وشعبها. قال للشباب اللي موجودين في البرلمان انه سعيد بتمثيلهم الكبير في البرلمان، وثقتي فيكم بلا حدود لانكم هتكونوا نواه محترمه لحياه سياسيه متجدده. اتكلم مع ذوي الاحتياجات الخاصه وقال ان هو مطمئن لتمثيلهم المشرف في البرلمان، لان هم رمز مصري خالص قادر على التحدي والاراده. في النهايه كان في وصايا لنواب البرلمان. ايه هي الوصايا دي؟ إعلاء مصالح الوطن العليا، التمسك بالدستور والقانون، إنهم يكونوا إنعكاس حقيقي لنبض الجماهير، يمارسوا العمل السياسي بتجرد ونزاهة، ويمارسوا سلطة التشريع والرقابة بالتكامل مع باقي سلطات الدولة ومؤسساتهم. طلب من النواب إن هم يخلوا قضايا التعليم والصحة والإعلام وتجديد الخطاب الديني على رأس أولوياتهم، وإن هم يخلوا محدود الدخل والشباب والمرأة في أولويات اهتمامهم. وحسب الرئيس مش مفروض إنه يغيب عن عقولنا وقلوبنا أهم هدف، وهو الدفاع عن الدولة المصرية ومشروعها الوطني. وقال رغم إننا نجحنا في تعطيل وإبطال المؤامرة، لازم نعرف إن في متربصين بمصر مش عايزينها تبقى استثناء من المصير اللي بتعاني منه دول كتير في المنطقة. تعالوا نشوف كده بعض المقاطع من كلمة الرئيس ونرجع
نتكلم عن الكلمة ونتكلم عن موقف الصحافة العالمية كان عامل كده ليه. إنني أعلن أمامكم ممثلي الشعب بانتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضه علينا الظرف السياسي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما فيه الصالح لهذه الأمة العظيمة وهذا الشعب الذي يعلق عليكم آمالا كبيرة. إن المهام المنوط بها البرلمان تحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لرغبات الشعب، وعليه أن يمارس هذه المهام في سياق الممارسة الديمقراطية السليمة دون استعراض إعلامي أو تنافس سياسي لا يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه. واليوم ونحن نتحول من مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق، فإننا نسعى إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي في زمن قياسي. إن ما يواجه هذا الوطن من تحديات يجعل القلق والتخوف أمرا مشروعا، ولكن حجم الإنجاز غير المسبوق الذي تم بإرادة وعزيمة المصريين يجعل من الأمل أمرا حتميا وفردا وطنيا. ولعل مجلسكم هذا خير دليل على إنجاز الأمة المصرية على طريق الديمقراطية، حيث نرى أكبر عدد من النواب في تاريخ مصر، أكثرهم من الوجوه الجديدة سياسيا، بما يضمن لنا ضخ دماء جديدة في شريان الحياة السياسية نواب ونائبات الشعب. أوصيكم بإعلاء المصالح العليا للوطن، تمسكوا بالدستور والقانون، كونوا انعكاسا حقيقيا لنبض الجماهير، مارسوا العمل السياسي بتجرد ونزاهة، اعملوا على بناء حياة سياسية سليمة، مارسوا سلطة التشريع والرقابة بالتكامل مع باقي سلطات الدولة التنفيذية والقضائية ومؤسساتها جميعا. أيها المصريون، تعالوا نقيم سويا ومعا دولتنا، دولة شابة قوية. إن أمامنا فرصة تاريخية لبنائها، وسنبنيها بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظ الله مصر وشعبها وصانها مستقرة وآمنة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ليه كانت كلمة الرئيس عنوان رئيسي في كل المواقع اللي اشتغلت في كل الأوقات على الهجوم عليه وعلى سياساته وعلى تصرفاته؟ واحد قال لي ده أمر طبيعي، أصل هم كانوا بيضغطوا عليه عشان يكمل خارطة الطريق. فالحقيقة الكلام ده ضحكني، لأن الكلام ده معناه إنهم ناس أصحاب مبادئ. الحقيقة ده مش حقيقي. اللي أقرب للحقيقة هو مبدأ بالإنجليزي بيقول If you can't beat them, join them. يعني لو مش قادر تغلبهم العب معاهم، واللي ما تقدرش تحاربه صاحبه لحد ما تقدر عليه. لأول مرة موقع الجزيرة ينقل خبر عادي عن الرئيس السيسي، وما يكونش في الخبر كلام عن الرئيس الانقلابي ولا الرئيس المعزول ولا الاختفاء القسري. استغربت ان بي بي سي اللي تجاهلت لقاء الرئيس السيسي بديفيد كاميرون في لندن بتفرد كلامه بشكل مطول. هل ده تحويل للدفة في اتجاه مصر؟ ما أظنش، لكن أظن أن عندهم دور محتاجين مصر تلعبه، فيهدوا اللعب شوية. بس ده مش معناه أن كله تمام، لكن معناه أننا نركز ونعرف إيه المطلوب مننا وإيه المقابل للمطلوب ده. الأسوشيتد بريس خدت بقى السكة التانية، عملت تقرير سلبي عن الخطاب وقالت رغم تأكيد الرئيس أنه أقام نظام دستوري وديمقراطي بعد سنوات من الأزمة في مصر بعد ثورة 25، الجماعات الحقوقية بتقول أنه بيشرف على حملة وحشية غير مسبوقة على المعارضين،
وان في ممارسات بتفكرنا بسنوات مصر تحت النظام الاستبدادي، زي ما التلفزيون الرسمي وصف خطاب الرئيس بانه تاريخي قبل ما حتى يبتدي، وبعض النواب عملوا استعراض لوطنيتهم ورفعوا اعلام مصر داخل المجلس، وبعضهم هتف لما دخل الرئيس القاعة وقالوا له بنحبك يا ريس، فرد عليهم وقال وانا كمان بحبكم. الاسوسييتد بريس قالت السيسي اقر ان مصر لسه بتكافح لاحياء اقتصادها ومحاربة الارهاب، لكن برضو بتقول الخطاب كان في معظمه عموميات وتوقف مرات كتير بالتسقيف، رغم ان الخطاب كان متزامن مع اتهامات موجهة لمصر بخصوص تورط الامن في قتل وتعذيب الايطالي اللي هو جوليو ريجيني وأزمة أطباء مستشفى المطرية، لكن السيسي ما تناولش أي قضية منهم في خطابه ومدح الشرطة على دورها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الشعب. اللي كاتب التقرير ده اسمه حمزة هنداوي. هل يا حمزة يا هنداوي ياللي كتبت التقرير للأسوسييتد بريس، شيء غريب إن النواب نواب مصر يرفعوا علم مصر تحت قبة برلمان مصر، هل دي تعتبر مزايدة؟ هل مزايدة ان بعض النواب زي ما انت تقول او زي ما انت قلت يكونوا من مؤيدي الرئيس ويقولوا له بنحبك فيرد عليهم ويقول لهم وانا كمان بحبكم، وهذا ما بيحصلش في امريكا بجلالة قدرها؟ هل الخطاب مش تاريخي رغم ان اللحظة تاريخية اللي الرئيس بيسلم فيها السلطة التشريعية للبرلمان لأول مرة بعد 30 يونيو بعد فترة طويلة ما كانش عندنا فيها برلمان، دي مش لحظة تاريخية؟ فبالتالي الخطاب ده خطاب تاريخي. هل النهاردة لما كان الرئيس أنور السادات بعد انتهاء حرب أكتوبر وكان بيقول كلمة في البرلمان، هو كنا لازم ينتهي من كلمته فنعرف انها كلمة تاريخية، ولا بيبقى معروف ان اللحظة تاريخية فالخطاب بيكون تاريخي؟ يا عم حمزة احنا مش التلامذة، والمصريين رغم ممارسات غلط للشرطة في بعض الاحيان شايفين ان بطولات رجال الشرطة اللي بتحصل في اماكن كتيرة في مصر شيء عظيم جدا بيفتخروا بيه. يا حمزة فندي، عمرك شفت خطاب في مناسبة مهمة زي دي يتطرق لموضوعات تخص نقابات حتى لو كانت المطالب كلها مشروعة؟ يا حمزة، مال الرئيس في موضوع النيابة بتحقق فيه؟ ده لو كان اتكلم عنه كانت الناس قالت له وانت مالك؟ عايز الرئيس يتكلم عن تحقيق النيابة المصرية والشرطة الإيطالية في مقتل الشاب الإيطالي ليه؟ الكلام أكيد بيدور بين الرئيس ورئيس وزراء إيطاليا. يا حمزة يا هنداوي، أكل العيش مر بس مش كده، مش للدرجة دي. على نفس الموجة هنا في مصر بقى وعلى تويتر وفيسبوك القلش اشتغل على الخطاب مرة على حجم موكب الرئيس وكأنه كان لازم يجي راكب المترو، ده قدامه 18 موتوسيكل ومصر في أزمة اقتصادية، زي ما بالظبط عملوا على حتة الموكيت الحمراء اللي كانت محطوطة وقعدوا يتكلموا عنها أيام وليالي، والتلفزيون والزملاء في الإعلام اتكلموا عنها يعني. فالنهاردة بيتكلموا شفتوا الموتوسيكلات؟ القلش اشتغل برضو عشان خاطر دخل شارع القصر العيني بالعكس، كأن تأمين الرئيس في منطقة زحمة بالبيوت والعمارات زي وسط البلد مش مهم. ومرة تانية طبعا قالش عشان خاطر طلقات المدفعية 21. طب وليه 21؟ طب مش كنا نوفر شوية بنعملهم 20؟ ومرة تانية عشان خاطر الموسيقى العسكرية، ومرة عشان خاطر وجود قوات في محيط مجلس الوزراء ومجلس النواب والشوارع اللي بتودي لميدان التحرير وكوبري قصر الديل. يا جماعة، تأمين رئيس مصر حاجة مهمة جدا لابد انها تتم على افضل وجه. كان ممكن يتقال طب ما يتعمل هذا الاجتماع بره البرلمان، ما هو المكان ما كانش مقضي الناس اللي موجودين جواه. صديق ليا كان بيكلمني من يومين بيقول لي يا اخي الاهانة اللي انتوا عاملينها في النواب ده، يركنوا بره في جراج التحرير
ويجوا قبلها بساعتين ويعملوا مش عارف ايه. يا سيدي، جميع الرؤساء لما بيروحوا في اي مكان الناس ما بتاخدش عربياتها وتركن في نفس المكان. هل احنا متصورين ان 600 عربية ل 600 نائب ممكن يركنوا في هذا المكان اللي اصلا ما يشيلش 16 عربية؟ هل النهاردة عيب اننا نقول ان الناس تيجي قبل وصول الرئيس بساعتين عشان خاطر يتم تأمين المكان؟ هو ده مش بيحصل في كل حتة في العالم؟ مش بدافع عن حاجة، بس القلش حتى لأصول. جوه الجلسة السادة بقى القلاشين بقوا خبراء خطب، فيقول لك ده كلام سطحي، وده أصله نفس الكلام اللي بيتعاد. يقول لك أصل الخطاب اتعدل أكتر من مرة من ناس كتير بما فيهم السيسي نفسه. وللأسف ابن الراحل الصديق العزيز جدا أبو العز الحريري قال لك ما سمعتش حاجة من الكلام عن الغلابة، كأنه كان قاعد في جلسة تانية، فما طلعش هذا الشبل من ذاك الأسد رحمه الله. عايز أفكركم وقت ما الرئيس راح عمل القسم الدستوري في المحكمة الدستورية العليا، وقارنا هذا القسم بالشكل، بالفخامة، بالأصول اللي اتعمل بيها، بالقضاء، بالأبهة اللي كان فيها المحكمة الدستورية، بدخول الرئيس، بالكلام ده كله، قارناه بالقسم بتاع محمد مرسي اللي راح عمله على جنبه والنور اتقطع عليه، وقلنا السيسي رجع لمصر شكلها الرائع. ليه عايزين رئيس مصر يدخل برلمان مصر في أول جلسة بعد الثورة إنه يدخل بشكل مش مناسب لشكل مصر وحجم مصر؟ هو احنا نزلنا اشترينا الموتوسيكلات مخصوص عشان تعدي قدامه، ولا دي موتوسيكلات موجودة وان دي تشريفة مش تشريفة حماية، لكن بتنقل صورة مصر قدام العالم اللي كله كان متابع اللحظة دي. نفس الناس، نفس الكلام، نفس فراغة العقل والوقت. العيب على الصحفيين اللي تابعوهم ونشروا لهم كلامهم وحطوه وبروزوه وحطوا عليهم تعليقات طفولية. جابوا مثلا صورة للكبار، كبار في السن اللي موجودين في المجلس، وقال لك السيسي بيتكلم عن الشباب، حتى شوفوا بأمارة الصورة. هو البرلمان ما فيهوش شباب؟ ده فيه أكتر من 100 عضو من الشباب لأول مرة في مصر. هو لما يكون فيه 100 عضو من الشباب مش معناه إن فيه 500 عضو بالشباب، فهتجيب صورتهم وتقعد تقول ها 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 ده ما فيش شباب، وشوف السيسي بيقول شباب. مش عايز اقف كتير عند القلش والقلاشين، بس خليني اقول الرسالة ببساطة. ببساطة مصر ما بقاش فيها رئيس عنده سلطة التشريع، ومصر ما بقاش فيها ثورة وانقلاب، بقى فيها مؤسسات منتخبة بتصويت كبير او بتصويت قليل، هي مؤسسات منتخبة. زي ما قلت لحضراتكم وقت الانتخابات، حضرتك هتروح الانتخابات مش هتروح الانتخابات، بقى في انتخابات وبقى في مجلس، وبقى هذا المجلس موجود امر واقع عندنا. تسليم الرئيس للسلطة التشريعية في الوقت المحدد بيقول اننا قدام تجربة صادقة تخرم عين اللي قال كلمة على مصر. بقالي كام يوم بكلمكم وبكرر يمكن نفهم اللي حوالينا، وان القصة لازم نبقى واخدين بالنا انها مش مجرد مؤسسات منتخبة. القصة هي هنستفيد ازاي من المؤسسات المنتخبة، وايه اللي احنا لازم نحققه عشان المؤسسات دي تشتغل صح. صعب جدا ان عضو المجلس يقضي يومه بيحل مشاكل المفروض الموظفين اللي في الوزارات هم اللي يحلوها، مش كده ولا ايه؟ صعب عضو المجلس يلف على مكاتب الوزراء ياخد تأشيرة ورا تأشيرة عشان أهل الدايرة ما ياكلوش وشه ويبقى شكله مش عارف يخلص. وصعب عضو المجلس يكون دوره إن الوزير اللي ما يمضيش يهاجمه، مش عشان خطأ في سياساته، لكن عشان مش بيمضي استثناءات أو مخالفات لأهل الدايرة. ناخد بالنا قوي إن النهاردة والرئيس بيسلم النواب مهمتهم الأساسية اللي هي التشريع، بيسلمهم مستقبل مصر اللي ما فيهوش مجاملات على حساب المستقبل ولا على حساب الصح. ولا ينفع نفتكر ان الهجوم على مصر لو وقف او هدي بره يبقى مشاكلنا اتحلت، لكن في رأيي المتواضع مشاكلنا هتزيد مع كل خطوة صح نمشيها. طول ما احنا في دايرة مصالحنا
مش في دايرة مصالحهم. على سيرة القلش، النهاردة الإخوان وشركائهم مسكوا السيدة اللي استغاثت بالرئيس السيسي على مسافة من مجلس النواب. كانت الست بتستغيث الحقيقة عشان خاطر ابنها عنده مرض مزمن وخطير، فالسيسي استجاب ليها وكلف مدير مكتبه ان هو يتعامل مع هذا الموضوع ويشوف طلب هذه السيدة ويتعامل معها. مش بتكلم على الواقعة نفسها واصل السيسي استجاب او لم يستجب. السيسي لابد ان هو يستجيب لكل فرد من افراد الوطن عندما يستغيث به ويكون موجود عشان يعمل ده. لكن الجماعة القلاشين اياهم ومعاهم الاخوان خدوا الفيديو ده وقال لك اصل الست دي كانت بتستغيث بيه عشان خاطر ابنها محبوس وبيتعذب على ايدين الشرطة. كذابين كذابين كذابين. السؤال التاني المهم النهاردة، هل في حركة وزراء بعد ما مجلس النواب جدد الثقة في الحكومة؟ المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بعد خطاب الرئيس قابل عدد من الوزراء، منهم وزير التخطيط والتعاون الدولي الاستثمار والمالية والعدل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والشؤون القانونية ومجلس النواب وغيرهم، قبل ما يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب نهاية فبراير. فهل الكلام ده معناه ان هيكون في عندنا تغيير في بعض الوزراء، ولا هي كده تمام والبرلمان ادى الثقة للحكومة فالحكومة بقية كما هي؟ متهيألي قدامنا ايام ونعرف ايه اللي هيحصل. تعالوا النهاردة يعني عايز اقول لحضراتكم ان موضوعنا الرئيسي اللي هنتناقش فيه مع السادة اعضاء البرلمان هو انطباعاتهم، الرسائل اللي خدوها من الكلمة النهاردة، هم شايفين ايه اللي جاي، ايه المسؤولية شكلها عاملة عليهم ازاي، هيتعاملوا معانا ازاي، ده اللي هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم في ده ناخد كده سريعا صورة عامة للي بيحصل بره. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو قال السعودية هتبعت طيارات حربية لقاعدة إنشلك الجوية في تركيا عشان تشارك في الحرب على داعش في سوريا، وقال السعوديين جم القاعدة ونفذوا عمليات تفقدها، لكن مش واضح لينا في تركيا عدد الطيارات اللي جاية كام، وهل السعوديين هيبعتوا قوات برية ولا لأ. واحنا في تركيا والسعوديين بنؤيد عملية برية في سوريا لو التحالف نفذها. العقيد العسيري قال ان تم ارسال الطيارات او بيتم الارسال الطيارات للقاعدة إنشلك في تركيا، بس شاويش أغلو اتسأل لو كان ممكن قوات سعودية تدخل سوريا من تركيا، قال ده رجاء مش امر وبيتم التخطيط ليه. تصريحاته دي خلت روسيا تحرك سفينة صاروخية من اسطول البحر الاسود من القرم للبحر المتوسط، لكن كلام شاويش أغلو ان السعودية هي اللي عايزة وهي اللي هتبعت اتغير، وهو بيكلم مع دويتش فيلا فقال لها تركيا والسعودية هيعملوا عملية برية ضد داعش في سوريا، والسعودية بعتت الطيارات. وعادل الجوبير وزير خارجية السعودية قال لصحيفة ألمانية ان بشار الأسد مش هيحكم سوريا في المستقبل، والتدخلات العسكرية الروسية عمرها ما هتساعده، ده ممكن ياخد 3 اشهر 6 اشهر او 3 سنين بس مش هيتولى المسؤولية في سوريا. وقال لو التحالف قرر ينشر قوات خاصة في سوريا السعودية مستعدة تشارك. عندي سؤال مهم للأشقاء في المملكة العربية السعودية، لو كانت روسيا فرضت حظر طيران على الطيران التركي وكمان اللي جاي من ناحية التركي، هل التصرف السعودي هيكون مغامرة ولا وقود للنار ولا هيكون في تنسيق مع الروس؟ وهل التنسيق ده هيتم خلال لقاء جلالة الملك سلمان والرئيس بوتين في روسيا في إبريل اللي جاي؟ أرجو أن السعودية ما تتورطش وما يتمش التضحية ولا بيها ولا بطياراتها ولا بطيارينها ولا بجنودها. الأمريكان فين بقى من اللي بيحصل؟ الخارجية الأمريكية قالت بشار الأسد واهم لو كان فاكر أنه يقدر يحل المشكلة عسكريا في بلده، ولو بشار واصل هيبقى في مزيد من سفك الدماء ومزيد من المعاناة ومزيد من تشدد المواقف من الجانبين. ديمتري ميدفيديف
قال كلام الحقيقة قلقني أكتر على الوجود الجوي السعودي في تركيا. قال روسيا في سوريا بتدافع عن مصالحها القومية، ما عندهاش أهداف سرية أو خفية، ومش بتنفذ مهمات خاصة غير المعلنة، لأن في كتير مسلحين في سوريا جايين من روسيا ومن البلاد اللي حوالين روسيا وعايزين يرجعوا لبلادنا عشان ينفذوا أعمال إرهابية، وإحنا مش هنسمح لهم يعملوا كده، والعالم مش هيتحمل ظهور سيناريو شبه اللي بيحصل في ليبيا واليمن وأفغانستان، لأن ده هيؤدي لعواقب وخيمة جدا للشرق الأوسط كله. بيقول في بعض الأحيان بشك هل إحنا سنة 2016 ولا سنة 62. طبعا 62 دي كانت سنة فيها المواجهة بين الأمريكان والروس على أعلى مستوى، وهي كانت سياسة يعني الحافة الهوية، وكان كل واحد فيهم بيواجه التاني ويشوف مين فيهم اللي هيتراجع. بس السعودية بتدخل صراع كبير بعيد عن أرضها، وفي نفس الوقت إيران هتشحن النهاردة 4 مليون برميل بترول لأوروبا، وده هيبقى فيهم 2 مليون برميل رحيل لشركة توتال الفرنسية، و2 مليون هتشتريهم شركتين في روسيا وأسبانيا. يعني في الوقت اللي السعودية بتصرف فيه على الحرب وبتحاول ترجع الاستقرار لسوق البترول، إيران بتصدر وبتاخد فلوس، وغالبا هتستخدمها ضد السعودية والعرب، وهتوقع سعر البترول أكتر، وربنا يستر. برضو حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها بتحصل، إن في واحد من أهم القياديين في داعش وصل سرت في ليبيا، ده مؤشر إن داعش بتدعم وجودها في ليبيا. أبو عمر الشيشاني، يمكن تكونوا سمعتوا الاسم ده، هو عريف سابق في الجيش بتاع جورجيا، اتطرد من الخدمة في بلده بسبب سلوكه الإجرامي. اسمه الحقيقي طرخان تيمور أزوخ باتراشفيلي، وصل ليبيا وبيعتبر ده اسمه لوحده خطر، يعني كفاية اسمه يخض ده باتراشفيلي، ده يجيب الايه، يجيب للي قدامه سكتة قلبية. وصل ليبيا وهو بيعتبر من أخطر العناصر اللي جاية ليبيا لعوامل كتير، من ضمنها ان هو بيشتهر بالوحشية الشديدة جدا، ومن ضمنها ان عنده شبكة كبيرة جدا في العالم سمحت له ان هو يجندد عدد من اشهر المجرمين اللي في داعش زي الجهادي جون اللي هو محمد اموازي. الشيشاني ده وصل سرت نص الاسبوع اللي فات، ورصدوا رتل عربيات ومدرعات تبع داعش يوم الاثنين اللي فات في رحلة كان فيها اجراءات امنية مشددة جدا من داعش، وبعدين اتأكد الموضوع ده هوت بعد ما تم اعلان تكليف داعش في سوريا والعراق لأبو عمر الشيشاني ان هو يقود داعش عسكريا في ليبيا. بس بوابة الوسط الليبية قالت ان وصول الشيشاني بيتزامن مع وصول قيادات شيشانية وقوقازية يوم الاثنين اللي فات لمركز قيادة داعش في سرت، اللي هو مركز مؤتمرات واجادوجو اللي في سرت، معاه قائمتين عشان يقتلوا اكتر من 130 شخص في سرت، وده دول لداعش قررت انها تصفيهم. انا متاكد ان الاجهزه بتاعتنا متابعه اللي بيحصل، وشايفه وصول باتراشفيلي اللي هو اسمه الشيشاني، وقادره انها تتعامل مع هذا الموقف. اخيرا الكاتب والمحلل السياسي ديفيد إغناشيوس بيقول في الواشنطن بوست ان رغم ان في 18 شهر عدوا بعد ما امريكا اعلنت نيتها انها تدمر داعش نهائيا، لسه داعش عماله تكبر وبتتحول لقوه عالميه ممكن تضرب اهداف في اوروبا وافريقيا وحتى امريكا نفسها، بقى بيسيطر على اكتر من 50 جماعه في اكتر من 21 بلد، و 33 ولايه رسميه اعلنوا في 11 منطقه في البلاد دي. ورغم ان داعش خسرت 25% من الارض اللي كانت مسيطره عليها في سوريا والعراق، قدرت في الوقت نفسه انها يبقى ليها وجود دولي قوي سواء على الارض او الكترونيا على الانترنت. الكاتب بيعتبر ان ليبيا واندونيسيا افضل مثال على امتداد داعش والصعوبه اللي بيواجهها التحالف اللي بتقوده امريكا في احتواء التهديد في اوروبا واسيا. وقال ان عدد المقاتلين في داعش في ليبيا تضاعف ووصل لحوالي 5000 او 6000، والاستجابة الأمريكية مش متناسبة مع حجم هذا الخطر. يعني تاني
نرجع ونقول اللي بقالنا يومين بنقوله، نحن أمة في خطر من داخلنا ومن خارجنا. من داخلنا، وزي ما قال الروائي والكاتب والأديب العظيم يحيى حقي سنة 74 على الحنشاص في الهيفا والمهياص في الزفة. كام حنشاص موجودين حوالينا اليومين دول، وكم مهياص موجودين في كل مكان بنتعامل فيه كتير. أما حوالينا ما هماش لحنشاصين ولا مهياصين، بيخططوا وبيشتغلوا وإحنا قاعدين بنحنشص وبنهفيص وبنهفطص وبنهفلط وبنعمل كل الحاجات دي. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع السادة النواب المحترمين. شايفين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة إزاي، وشايفين دورهم في الفترة القادمة هو إيه؟ ألقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلطة التشريعية لم تعد اليوم إلى البرلمان بشكل رسمي، هي عادت بشكل احتفالي، لأن هو مع أول انعقاد للبرلمان كان تسلم البرلمان السلطة التشريعية وبدأ يباشر مهامه، عشان خاطر الناس بس ما تقولش أمال اللي فات ده كان إيه. لكن النهاردة ده نوع من أنواع الاحتفاء والاحتفال بأن البرلمان موجود يمارس سلطته التشريعية على الأرض، وبالتالي النهاردة بقينا عندنا مؤسسات مكتملة اكتملت منذ انتهاء الانتخابات حتى وإعلان النتيجة حتى قبل أن ينعقد البرلمان. فبالتالي النهاردة لابد أننا نكون في حالة احتفائية واحتفالية، نكون سعداء أن عندنا في مصر هذه المؤسسات. الناس اللي قاعدين بيحاولوا يبوظوا للمصريين فرحتهم بان هم يحطوا حتى هنا، خاصه اصل الرئيس كان قدامه 18 موتوسيكل، اصل الرئيس خلى النواب يركنوا في جراج التحرير، اصل الرئيس مشي عكس الاتجاه في القصر العيني، اصل النواب لما كانوا قاعدين قالوا له بنحبك يا سيسي، فقال لهم انا كمان بحبكم، فكده ما بقاش عندنا مؤسسات دستوريه. ده الاسوشيتد بريس، وده الناس اللي قال عنهم يحيى حقي ان هم حنشاصين ومهياصين، هم اللي قعدوا عملوا هذا الكلام عشان خاطر زي ما قال برضو يحيى حقي ان هم يعقدوا الامور وينكدوا على الناس. لكن خلينا واحنا بنشوف خطاب الرئيس النهارده اللي شفنا منه مقاطع واتكلمنا عن الرسائل فيه، كيف يرى النواب المحترمون هذا الخطاب، وكيف سيتعاملوا معه، وكيف سيتعاملوا مع المرحلة القادمة، آخذين في الاعتبار ان انا بقالي يومين عمال بتكلم بقول نحن أمة في خطر، عندنا اخطار، وبالتأكيد النواب مستشارينها من قبل ان يقولها الرئيس، وهم داخلين على هذه المرحلة عارفينها، ولكن ربما كانت لرسائل الرئيس اضافة في هذا الامر. برحب بالنواب المحترمين. الاستاذة بسنت فهمي، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. والاستاذ فؤاد بدراوي، اهلا بحضرتك. والاستاذ اكمل قرطام، اهلا بحضرتك. يعني اولا طبعا في لقاء مع حضرتك يعني اتاخر كتير جدا، ما التقيناش من فتره، ومع فؤاد بيه برضه ما التقيناش من فتره، لكن الصديق العزيز الاستاذ اكمل كنا يعني بنتلاقى مؤخرا. فخليني اسال حضرتك يعني اولا التحليلك ايه لمضمون كلمه الرئيس النهارده؟ باختصار شديد، انا هختصر قوي عشان ما نعيدش تاني لنفس اللي قيل. الخطاب واضح انه الدوله امامها تحديات هائله، وانا الحقيقه مؤمنه بذلك، لان مش مصر هي اللي قدامها تحديات، العالم كله الحقيقه يعني لو خدتها حتى على مستوى الكره الارضيه، لا احنا امامنا تحديات مش هائله، اكتر من هائله. ممكن العالم يدخل في انهيار اقتصادي، ممكن العالم يدخل في حروب، يعني التحديات هائله. انما الجزء الاخر كمان اللي همني قوي في الخطاب، ان احنا خطتنا في ظل هذا الخضم الشديد من المشاكل العالميه واضحه، والتركيز الاساسي فيها الحقيقه على الامن. مفيش جدال، احنا الحمد لله قطعنا شوط طويل قوي في على الاقل تامين داخليا والحدود،
والحفاظ على الطبقات البسيطة والطبقة المتوسطة، لأن دول حقيقة عماد البلد، وإن احنا قطعنا شوط كبير قوي من التحديات في السنة ونص اللي فاتوا، سواء على البنية التحتية، سواء على أسلوب إدارة السياسة النقدية، تحديد الأخطار في السياسة المالية، وخطتنا إلى حد ما ابتدت تبقى واضحة. طبعا هيبقى فيها تفاصيل لما يجي إن شاء الله السيد رئيس مجلس الوزراء يشرح لنا بالظبط هو هيتعامل مع التحديات إزاي. نهاية فبراير إن شاء الله. كمان همني قوي في الخطبة الحقيقة التركيز على تنوع الاقتصاد. إحنا عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة، إحنا والعالم، لكن كمان أنا دايما بؤمن أنه مصر عندها إمكانيات هائلة، وده اللي ركز عليه السيد الرئيس. أنا بقول إحنا حتى بدون، ولو أني ما أحبش هذا الكلام، إحنا أتمنى أن يدخل لنا مستثمرين من الخارج، أتمنى أن إحنا نتعاون مع العالم كله، لأن هو ذكر التوازن في العلاقات الدولية. توازن في العلاقات الدولية مش توازن سياسي فقط، الهدف الأساسي الحقيقة أن الدول تتعامل فيما بينها وتقوم بنشاط اقتصادي يؤدي إلى استقرار الكرة الأرضية. أنا ليه بقول الكرة الأرضية؟ المشاكل الحقيقة شكلها عالمي. مش طبعا أستاذة فسنت اللي مش عارف، هي من كبار خبراء الاقتصاد بتوعنا في مصر، لا وكنا دائما بنستعين بيها في برامجنا أنها تنقل لنا صورة عن الاقتصاد، فلما بتكلمنا عن الاقتصاد فهي بتتكلم عن علم ومش عن انطباع. فالسيد الرئيس تناول الاقتصاد بشكل الحقيقة أنا شايفاه لحل المشاكل اللي أنا ذكرتها، سواء الاستقرار الاجتماعي، الطبقات الفقيرة، حفاظ على الطبقة المتوسطة والأمن والاستقرار. تناوله أنه هو بيشتغل في مشروعات ضخمة، ودي مهمة جدا، لكن لوحدها ما تنفعش لأن قد تؤدي إلى مستويات عالية أو من التضخم. فقال احنا بنشتغل على المشروعات الضخمة ويجب ان نستمر، ودي حقيقة، لكن على التوازي لازم نشتغل على المتوسط والصغير ومتناهي الصغر عشان نحل مشاكل البطالة ونعمل الاستقرار المطلوب الحصول عليه. الاستعانة في ذلك طبعا اتكلم على التنوع، صناعة، زراعة، تجارة، علاقات دولية متوازنة، لكن الشباب هم العماد لانهم 40%. مصر لديها امكانيات هائلة داخلية، عندنا رجال اعمال على اعلى مستوى، جهاز مصرفي مستقر وبورصة قوية. فحين مقومات النجاح المرأة المصرية برضو لها دور كبير قوي. فقول الحقيقة أنا من وجهة نظري الخطاب كان خطاب محدد شامل، تناول نقاط كنا كلنا عاوزين نسمعها باختصار شديد لأنه ده مش وقته، لكن لبى النقاط اللي أغلب الناس كانت بتدور على حلول، يعني ردود عليها الحقيقة. أستاذ فؤاد، يعني هل حضرتك شايف برضو الخطاب شامل أم أن الخطاب كان ينقصه بعض النقاط؟ لا في الحقيقة يعني أنا كنت متوقع أن الخطاب سيتناول الموضوعات اللي طرحها السيد الرئيس سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، والخطاب كان شاملا جامعا لا شك في هذا يعني. ولكن الشيء اللي أنا عاوز أركز عليه يمكن 3-4 نقاط وردت في الخطاب. النقطة الأولى ودي مهمة جدا هي أن الرئيس، وده تطرق ليها في كذا موضع في الخطاب، أن التركيز على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة، وده يؤكد على أن النهج الجديد هيكون نهج ديمقراطي، نهج يحقق مبدأ سيادة الأمة بعيدا عن الهيمنة وبعيدا عن السيطرة، وده أساس أي ديمقراطية، أن تكون ديمقراطية مبنية على الحرية وعلى نزاهة الانتخابات، وهذا متحقق في الانتخابات الماضية ولا شك أنها انتخابات نزيهة وحيادية. الأمر الثاني اللي أكد عليه السيد الرئيس ضرورة أن تتكاتف الأمة لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يهدد الوطن ويهدد الاستقرار ويعني يؤدي إلى هز الثقة في الاقتصاد المصري فيعوق حركة التنمية الاقتصادية. أيضا حدد السيد الرئيس وطلب السيد الرئيس من المجلس ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وده مطلب جوهري وأساسي. هو الميزة أن الرئيس لم يطلب ولكن الرئيس أوصى، أوصى يعني، لكن هو بحكم الدستور مثالي الجديد أنه
لم يقل أطالبكم بل قال أوصيكم. أوصيكم تمام، وده طبقا للدستور. لأن هذا المجلس طبقا للدستور أصبح له دور رقابي وتشريعي. نعم. ولم يختصر، يعني ما عادش مجلس موافقة ورفع الأيدي وانتهى، لا، والمجلس ده عليه مسؤوليات كبيرة جدا حيال الوطن وحيال المواطن المصري خلال المرحلة اللي جاية. نعم. هذا بخلاف طبعا يعني تناول السيد الرئيس قطاعات مختلفة من الشعب، سواء محدود الدخل أو دور المرأة أو دور الشباب خلال المرحلة القادمة. نعم. سيد نائب، يعني ناس كتير بتسألنا، يعني في سؤال جاي اللي بيقول لي لماذا لم يتناول الرئيس قانون الخدمة المدنية، في ناس بتتكلم بتقول لماذا لم يتناول الرئيس قضية أو مشكلة نقابة الأطباء، لماذا لم يتناول الرئيس قضية الإيطالي الذي لقى مصرعه هنا في مصر. هل هذه القضايا كنت حضرتك متوقع أنك تسمع عنها من الرئيس؟ هل كانت هناك قضايا أخرى كنت متوقع أنك تسمع عنها منه النهاردة ولم يذكرها؟ لا، في الحقيقة المطالبات اللي بيقولوا اللي كانوا عايزين يسمعوها دي بره هذا الخطاب، هذا خطاب رسمي، لذلك لو لاحظت حضرتك الرئيس لم يرتجل في هذا الخطاب، وحتى بقدر الإمكان ما استجابش للنواب اللي كانوا بيحاولوا يتكلموا ويخشوا في المواضيع، فده خطاب رسمي وبروتوكولي للاحتفاء زي ما حضرتك قلت والاحتفال بنقل السلطة التشريعية. فده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن هذا الخطاب جاء ردا على برضو النقطة الثانية، الرئيس أوصى بأشياء، لأن ده أول رئيس بيقول الخطبة بتاعته في البرلمان وهو ليس له حزب أغلبية وليس له، فلم يطالب، لأن هو أوصى كل النواب، هو أراد أظن تعمد هذا عشان يبقى وحتى كمان تجنب أظن يعني ولم ملفاته بسرعة عشان ما يسلمش على نواب فيحسب على حد ومش على حد، فهو كان دقيق، فإذا هم ما لهمش حق في هذا الكلام. الخطاب الحقيقة كان زي ما قلنا خطاب رسمي، تعرض لإنجازات حوالي عام ونصف على السريع يعني، وأشار إلى نقط مهمة جدا، وأهمها أنا بتفق مع الحقيقة أنه حدد التوجه مع فؤاد بيه، أنه حدد التوجه بتاع الدولة سياسيا، أنها دولة ديمقراطية تسعى إلى الحداثة والمعاصرة أو دولة مدنية حديثة، لأن هذا التوجه هينشأ عنه أشياء كتير قوي. بالإضافة أن الحقيقة أن إحنا يمكن دي برا الموضوع شوية بس هتوضح حاجات، إحنا ما عندناش فصل كامل بين السلطات، ده لازم الناس تفهم كده، احنا واخدين بمبدأ التوازن بين السلطات. لذلك هتلاقي البرلمان يقدر يسحب الثقة من الرئيس والرئيس يستطيع ان يحل البرلمان، ده التوازن مش الفصل الكامل، مش الفصل الكامل. فأهمية وجود التعاون بين المؤسستين هم. هل في مكان في الدنيا في فصل كامل؟ طبعا امريكا، في امريكا فصل كامل، فصل كامل، لا حد يقدر يعزل ولا حد يقدروا يجيبوا الوزير يستجوبوه كمان. الرئيس ووزراءه أو السكرتارية بتاعته محصنين تماما. هو بس لو في جريمة يحاسبوا مجلس الشيوخ، فده الفصل الكامل اللي بين السلطات. احنا ما عندناش هذا الكلام، احنا يجب أن يكون تعاون، بدليل أن الدستور بتاعك ممكن يخلي لك الحكومة بتاعتك تيجي من البرلمان. مش كده، ما هو من الأغلبية يعني، من البرلمان. من الحزب صاحب الأكثرية. فيعني يمكن من النقط اللي أنا حتى لاحظتها في الحديث ده، من النقط المهمة يعني، ان هو اشار الى ايضا نزاهة الاجراءات الانتخابية، دي اول مرة الحقيقة وبيقولها الرجل بحق. الرئيس كان متفائل، وشه كان متفائل جدا وكان سعيد بنقل السلطة التشريعية. انا بس اخذت هو كان لابد ان يكون اطول شوية ويكاشف الناس ويحطهم امام مسؤولياتهم وتحدياتهم، الناس اللي هم حضراتكم اللي هو احنا اللي هو والشعب طبعا بيسمع. يعني احنا لازم نعرف التحديات قد ايه، لان احنا فعلا مش مقدرين الحجم. احنا برضو هنا كاعضاء ولا احنا كشعب؟ احنا ما احنا ممثلين الشعب. لا ما ممكن يكون الشعب خلاص رمى حمله عليكم وانتم اللي مقدرين. لا انا اقصد هنا احنا عشان نبقى على قد هذه المسؤوليه. نعم. طيب، بما اننا بنقول ان عندنا كل هذه التحديات، طب تسمحوا لي بس هاخد مكالمه معانا سياده النائب فرج عامر. اهلا وسهلا سياده النائب. ده لسه على ما يجي، ده الفون ده اسمه ايه بحكي. سياده النائب معانا ولا بتكلم حد جنبك؟ مع سيادتك.
معانا. ازاي حضرتك؟ تحت امر سيادتك. الله يسلمك يا اسامه بيه. ازاي صح؟ رجعت على اسكندريه على طول ولا ايه؟ احنا اصل دلوقتي في تجمع حوالي 120 نائب في البرلمان موجودين دلوقتي في اسكندريه، واحنا دلوقتي كنا في اجتماع مع السيد المحافظ في اول زياره كده، جايين يشوفوا مدينه برج العرب بكره ان شاء الله. يعني حضرتك واخد خمس البرلمان ورايح بيه على اسكندريه؟ لو ما هواش لاكله سمك يبقى يعني لازم يبقى موضوع مهم جدا. ده شرف عظيم، ده شرف عظيم، ده شرف عظيم ان النواب منورين وموجودين هنا في اسكندريه في زياره جميله جدا لاسكندريه، وقاعدين قاعده وديه مع سياده المحافظ، وبكره ان شاء الله هيكونوا موجودين في مدينه برج العرب، وهيشوفوا المصانع وهيلتقوا بالمستثمرين وهيسمعوا منهم ايه المشاكل اللي عندهم برج العرب. خطوه جميله جدا. طب عظيم. طب قول لي حضرتك يعني، واذا كان في حد من الساده النواب المحترمين اللي موجودين مع حضرتك يحب يقول لنا انطباعات عن، لان خلاص ما بقاش في تكليف للرئيس لاعضاء مجلس النواب، ولكن توصيات لاعضاء مجلس النواب، هل هذه التوصيات وصلت؟ هل كنتم متوقعين زي ما قال سياده النائب المحترم اكمل قرطام كان لابد من تركيز اكثر على الاخطار التي تواجه الامه، ولا راي حضرتك ايه؟ انا بحيي طبعا اكمل بيه القرطام طبعا، ده راجل جميل وانا بتشرف بزمالته في البرلمان وكنا زملاء كمان ايام الانتخابات. طب بما انك شكلك مش شايفنا سياده النائب، احنا معانا سياده النائبه بسنت فامي وسياده النائب طبعًا فؤاد طبعًا بدراوي. طبعا فؤاد بسنت هانم فهمي طبعا دي أستاذة الاقتصاد طبعا، وشرف عظيم ان الواحد يكون زميلها، وفؤاد بيه بدراوي طبعا راجل نار على العالم وصاحب تاريخ سياسي كبير قوي. طيب انا بس عايز اكد، انا عايز اكد ان طبعا النهارده سياده الرئيس، انا يعني اعجبت بشده بخطاب سياده الرئيس، لان الرئيس النهارده اتكلم بطريقه مختلفه، اتكلم عن طريق رسائل قصيره مركزه. يعني الخطاب ما خد وقت طويل قد ما خد نقط كثيره جدا الرئيس عالجها في جمل بسيطه واضحه عمليه، وده بيبين المنهج الجديد اللي احنا شغالين فيه، ان التركيز التركيز، ووضح حاجات كتير. يعني اول حاجه قال انا بنتمي للمؤسسه العسكريه ودي تعني الانضباط، ان احنا عندنا مشاكل سياسيه ومشاكل اقتصاديه وعندنا صعوبات اقتصاديه وسياسيه من كل جانب، لكن انا قبلت المهمه وقبلت التحدي. وقال ان طبعا اهم حاجه يكون في اراده ويكون في تصميم ويكون في ايمان بالشعب، ودي برضو نقطه مهمه جدا. الرئيس استعرض طبعا انجازات كثيره جدا اتعملت، واستعرض اولويات كثيره جدا من وجهه نظر ان هو غطى كل هذه غطى الاولويات اللي بتهم الناس في كافه المجالات. يعني لما الرئيس استعرض قال احنا حلينا مشاكل الكهرباء، احنا عملنا القناه، احنا عملنا محور القناه، احنا هنعمل التنميه في القناه، احنا عملنا طرق طولها الاف الكيلومترات، والرئيس كان محدد الكيلومترات، قال ان احنا بنعمل تنميه، احنا عملنا المحطه النوويه في الضبع، عملنا عملنا عملنا. انا يعني احنا مهتمين، وما خدش فئه من فئات المجتمع الا لما اعطاها الاهتمام الكافي. طيب حضرتك الرئيس حط كل هذه النقاط، وطبعا بالتأكيد النواب المحترمين كلهم عارفين هذه الإنجازات وتابعوها، لأن هي يمكن تكون إنجازات كثيرة ولكن هي حصلت في فترة وجيزة. فالنهاردة هل ده معناه أن في دور عليكم لاستكمال هذا العمل؟ قال أن التشريع خلاص انتقل من النهاردة، أو انتقل لما مجلس النواب جه، بقى أصبح دي مسؤولية السادة النواب. وزي ما سيادتك قلت الرئيس ما كلفش النواب، لان النواب خلاص المجلس ده له صلاحيات قويه جدا وله كل الصلاحيات فيما يخص التشريع. لك والرئيس زي ما حضرتك بتقول، لو كان هناك يعني من ضمن الكلام في توصيات، التوصيات تشمل ايه؟ الاولويات، ايه الاولويات اللي احنا عايزينها؟ طبعا وارد ان يكون في حاجات اكتر كتير، لكن انا قلت لسيادتك انا عجبني جدا الخطاب، انه واضح ومختصر وغطى الغالبيه العظمى من جوانب الحياه. عظيم. وانا متفائل جدا بخطاب سياده الرئيس. بشكرك يا سياده النائب، ولو في اكله سمك اعمل حسابنا فيها المره اللي جايه. سياده النائبه، واحنا بنقول هذا الكلام، عندي مثلا سؤال جاي من اماني نجيب، بيقول في خطاب سياده الرئيس اشار الى انتقاد لنواب الشو الاعلامي والاستعراض في البرلمان. هتعملوا ايه عشان تتعاملوا مع هذه الظاهره، واحنا عارفين انها ظاهره،
قد تأتي بسبب عدم خبرة أو قد تأتي بسبب حاجات كتير قوي. إزاي نعيد رونق المجلس إلى يعني مش نقول ما كان عليه قبل 2011، لأن كان عندنا مشاكل قبل 2011 برضه، فنعمل إيه؟ شوف حضرتك، أنا كنت قاعدة بتكلم مع السادة النواب قبل ما أدخل، إحنا عندنا قائمة من الشغل والأعمال تخلينا مشغولين 24 ساعة في النهار. فأنا أعتقد كل اللي حصل ده حصل في الأول خالص نتيجة إن لسه ما كانتش الأمور باينة. لكن بصراحة إحنا عندنا شغل يخلي المجلس كله يشتغل 24 ساعة في النهار. والنائب النهارده بيتخانق في المطار، والنائب اللي امبارح اتخانق في الاسم. بص حضرتك، كل ده هيتلاشى لوحده، لأنه أنا شايفة الحقيقة ومتفائلة قوي بالبرلمان، شايفة ناس الحقيقة فاضل دايما هم نفسهم زي ما نقول حينزعجوا من وجود الناس المحترمه دي اللي هي هتبقى دايما قدوه مهما حصل. يعني انا بتذكر في اول ما بدانا وحصل، ويمكن طبعا الساده النواب كانوا موجودين، وحصل بعض التصرفات، رد فعل الجميع كان واضح، ما حدش عايز يقبل هذا الكلام ولن نقبله، اولا لانه لا يليق، ثانيا لان احنا مش فاضيين. طيب ده ناحية اللي هي قالتها أماني، لكن الناحية التانية هي أن الرئيس طالب الناس أنها تعلو فوق انقساماتها السياسية والحزبية ويعلو مصلحة الوطن. هل ده ممكن يحصل وإحنا شايفين النهاردة تكتل موجود اسمه دعم مصر، وبيحاول أنه هو ما يسمحش لتكتلات أخرى، وفي هذا الشد والجذب المحمود في البرلمانات، ولكن بالنسبة للناس مش معتدين عليه؟ بص حضرتك، إذا ما كانش في مصري مدرك احنا بنمر بايه وبنواجه ايه، دي تبقى مصيبه. فمن باب اولى اكيد البرلمانيين مدركين احنا بنواجه، مش بس في مصر، في المنطقه وفي العالم. انا بكرر، في العالم كله في مشاكل قد تؤدي الى، مش عايزه اقول انهيارات اقتصاديه عالميه، الى حروب. فاذا كانوا انه مش واخدين بالهم من هذا الكلام، دي تبقى مشكله كبيره. بس انا متاكده من اللي انا بشوفه من الاحاديث ومن ما بنقعد مع الزملاء، ان الكل مدرك ان نختلف زي ما احنا عايزين، بس مش على مصلحه مصر. انا دايما بقول كده، اختلف في الراي ده طبيعي، ما احنا مش احناش كوبي من بعض، لكن بدون بنختلف في الراي وبنختلف ازاي نحقق مصلحه كده. مصر بس، لكن كلها مصلحه مصر بس حقيقة. بس الشد والجذب بيودينا في حتت احيانا بيضيع وقت، ويمكن انا كنت بتكلم برضو مع الساده الافاضل بره، مش عايزين نضيع وقت بقى اكتر من كده، ما عندناش وقت الحقيقه. صح، الوقت بيجري. يعني دكتور أيمن بركات بيقول أمنيتي أن أكتفي من الكلام ويتجه كل واحد إلى عمله، سواء السادة النواب أو الحكومة، هل يمكن أن يتحقق ذلك ونشعر بالمسؤولية الخطرة؟ دكتور أيمن، أديك سمعت سيادة النائب فرج عامر، مع 120 نائب رايحين يحلوا أو يشوفوا أو يستمعوا لمشاكل المستثمرين في برج العرب. معايا عبر الهاتف سيادة النائب سامح سيف اليزل. أهلا سيادة النائب. أهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. سيادة النائب، برضو أحب أعرف من حضرتك، هل حضرتك في ظل كانت نقطة بتكلم فيها الصراعات السياسية داخل البرلمان، أمر طبيعي في البرلمانات، ولكن الرئيس طالب أو أوصى بإعلاء مصلحة مصر، هل حضرتك شايف أن هذا هو ما سيتحقق في الفترة القادمة؟ أنا شايف الحقيقة أن الناحية الوطنية متوفرة تماما في السادة النواب، لا ينقصهم إطلاقا زيادة الوعي الوطني. أنا شايف أن البرلمان حاليا يمكن في الفترة الأولى لسه يعني ما استقرش، لكن أنا في اعتقادي الشخصي من شهرين ثلاثة هيكون استقر تماما وتهدأ الأمور، والبرلمان يبتدي يشتغل فعلا عمله الرئيسي الرقابي والتشريعي، وبالتالي أنا متفائل جدا في هذه الناحية. هيعملوا إيه البرلمانيين يا فندم في ظل الصورة العامة اللي موجودة عن البرلمان، وأبناء الدوائر طالبين منهم إن هم يجيبوا لهم استثناءات ويعملوا لهم حاجات، وهي بعضها هيكون الناس على حق فيها والكثير منها هتبقى مجرد استثناءات، هيتعامل ازاي معها اعضاء البرلمان؟ هو ده الحقيقه دور النائب، ان هو يفرز ما هو فعلا جاد وقادر على ان هو ينفذه، وفي نفس الوقت في مصلحه عامه، المصالح الشخصيه جنبها حاليا شويه. لكن مجرد ما رئيس الوزاره يقول برنامج الحكومه، بعد كده بقى بيبقى الوزراء موجودين باستمرار، وبالتالي يمكن السادة النواب من إنهاء مصالحهم مع السادة الوزراء. تمام، بشكرك سيادة النائب سامح سيف اليزل. سيادة النائب فؤاد بدراوي، يعني وإحنا شايفين الصورة دي قدامنا بنقول
عندي رسالة مثلا من عبد الرحمن طنطاوي بيقول خطاب الرئيس واضح وخلاصته للجميع شعبا ونوابا، كونوا على مستوى المرحلة التي نمر بها، فالخطر بجميع أشكاله يحاول أن يحاصرنا. مواطن مستشعر ده، حضرتك في شايف قدامك مجموعة من الشباب، والحقيقة مش عارف ليه النهاردة كان في ناس بتقول لك هما فين الشباب في البرلمان، مع أن البرلمان ده تالت أكتر شباب. برلمان في شباب مليان شباب طبعاً. فوق ال 100 شاب في شباب وشباب وواعدين كمان وشباب واعي ومدرك. ما يصور لك 4-5 من الكبار ويقول لك الرئيس بيتكلم عن الشباب عشان خاطر طبعا محاولة التسفيه. التشكيك في كل شيء ده أمر يعني في الآخر الرأي العام يبقى الحقيقة واضحة قدامه. لا في شباب وشباب جيد جدا وشباب يعني واعد والمستقبل الشباب، فاحنا كلنا إلى زوال ولكن الشباب هو اللي هيتحمل المسؤولية في المستقبل. طيب في الحاله اللي احنا بس في بعض نقطه كده اتفضل بعد اذن سعادتك. بالنسبه للرئيس لم يتطرق لبعض الوقائع التي حدثت مؤخرا زي نقابه الاطباء او الحادث الاخ اللي توفى الطياري، دي مسائل لسه موضع تحقيق. ايوه موضع تحقيق، فلم يتطرق لها السيد الرئيس لانها لا تزال امام. طبيعي الا يتدخل في عمل السلطه القضائيه، طبيعي انه ما يدخلش في التحقيقات. بالظبط كده، دي نقطه. فده بس حبيت يعني نفس الحكايه اعتقد بالنسبه للاطباء ده عمل نقابي عمل نقابي وخلاف حصل، فموضع تحقيق امام السلطات القضائيه. نعم لم يتطرق لها. فالشباب له دور، وانا اعتقد ان الشباب الممثلين في المجلس يعني عندهم الكفاءه وعندهم القدره، وهيبان ده من خلال الممارسات داخل المجلس، وفي نفس الوقت لما اللجان تتشكل ويتم دخولهم اللجان حسب رغباتهم هيبان كفاءة هؤلاء الشباب داخل المجلس. نعم. بالنسبة بقى للشو الإعلامي والظاهرة ديت، هقول لسعادتك على حاجة، دي لسه تجربة جديدة لبعض النواب. وكل نائب عاوز يظهر أمام دايرته. لكن مع الوقت الأمور هتهدأ. يعني أنا شبهتها أول ما بدأت. والدليل على كده وقت البث التلفزيوني كان هناك حالة من الايه الظهور الاعلامي، لكن بعد ما البث التلفزيوني انقطع كانت المسائل هادية. وحاجة تانية انا بقول لحضرتك، انا شبهتها باننا زي ما خلصنا كده الثانوية العامة ودخلنا الجامعة عايزين نتصور في الجامعة مكان جديد وعندنا فرحة. عاوز اقول لك المسألة برضو ايه يعني الخبرة مطلوبة طبعا. هقول لسعادتك يعني انا لما دخلت الدورة اول دورة ليا سنة 95 كويس، طب ده وضع جديد بالنسبة لي ومناخ جديد وما كانش فيه سيلفي يميها عملت ايه وخبر سعادتك ازاي. صدقني قعدت شهر عامل كده اهو حاطط ايدي على خدي برصد بستمع طبعا. بستمع بدرس وخبر سعادتك ازاي شهر رغم ليه لان انا داخل وضع جديد. ايوه وخبر سعادتك ازاي السياسه من باب تاني السياسه من باب تاني فكنت لازم ادرس كويس قوي وارصد كويس قوي. طيب بحكم العمل السياسي يعني طبعا لان انا بشايف العمل السياسي من 78. طيب عبر الهاتف النائبه مارجريت عازر. سياده النائبه الرئيس اولا برحب بحضرتك. الرئيس خاطب المراه المصريه من خلال حضرتك وزميلاتك ووصفكم بصوت ضمير الامه النابض بعشق الوطن وصمام امان مصر وشعبها. كيف تلقيت هذه الرساله؟ يعني أنا تلقيت هذه الرسالة لأن دايما الرئيس بيعطي رسائل في كل خطابات الرئيس بيعطي رسائل للمجتمع ككل ردا على ما حدث من التهكم على المرأة وبعض التيارات اللي كانت بتحاول تنول من وضع المرأة في المجتمع والنظرة المتدنية اللي كانت بتحاول تبثها داخل المجتمع. بيقول إن مصر رجع بثقافتها وحضارتها واحترامها والإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة لأن المرأة ضمير الأمة وصمام الأمان للمجتمع ككل. المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال التي تستطيع أنها تقضي على الفقر والجهل وبخبراتها وتعليمها، وأن احنا إن شاء الله هيكون عندنا نائبات واعدات داخل البرلمان وإحنا شايفين بصراحة أداء. أنا شايفة إن المرأة متحمسة جدا وإن عندنا 89 نائبة، يعني أنا شايفة إنهم إن شاء الله هيكونوا سمام أمان زي ما
الرئيس قال وضمير الأمة هيحافظوا على مكتسبات الثورتين إن شاء الله، وهيقدروا يدفعوا وقد الثقة اللي حملها لهم الشعب. الرئيس بالحقيقة اتكلم عن الشباب واتكلم عن المرأة واتكلم عن المخاطر وان احنا لينا حق ان احنا يبقى عندنا تخوفات، واتكلم عن الامل واتكلم عن مهام مجلس الشعب وان زي مجلس الشعب لابد ان يكون على قدر المسؤولية مش الشو، واتكلم عن التعاون اللي لازم يكون بين كل المؤسسات وبعضها. في الحقيقة انا شايفة ان الخطاب كان فيه رسائل كثيرة جدا لكل المجتمع، كان فيه يعني شبه رسالة ان كل مؤسسات الدولة لابد ان تتعاون ومفيش اي تناحر ولا اي تضارب بين البرلمان وبين الحكومة، لكننا كلنا جايين علشان المواطن البسيط الكادح كلنا لابد ان احنا نحقق احلامه. اذا كانت الحكومة بتنفذ استراتيجية فالبرلمان بيراقب عشان ينفذ او يعني ينفذ الاستراتيجية دي على اكمل وجه. على اكمل وجه. بشكرك سيادة النائبة مارجريت عازر سيادة النائب اكمل قلطان. يعني عندي محمد العريشي بيقول تحياتي لضيوفك واشكرهم على حسهم الوطني. بيسأل على حاجة، واضح ان حضرتك عندك تعليقات، بس بعد ما حضرتك تخلص التعليقات دي بيسأل حضرتك على متى يخرج قانون، هو بيتكلم على ميثاق الشرف الاعلامي وواقعيا قانون الاعلام، لان واضح الناس مستعجلة عليه. لا ده هيطلع من اعتقد في الاجنده التشريعيه، هيكون من اوائل الحاجات اللي موجوده، هو وما ما قانون بناء الكنائس وقانون في شويه حاجات ليها اولويات لازم تطلع، فانا اعتقد انه هيطلع على وجه السرعه يعني باذن الله. تمام. وهيكون ليه اولويه في الاجنده التشريعيه بعد اجتماع اللجنه العامه. انا بس كنت عايز اقول ان البرلمان الرئيس لما بيقول ان هذا البرلمان يعني يتوحدوا، هو مش معناه انهم يمشوا على راي واحد، بالعكس ده الاختلاف هو الذي يلقي الضوء على المشكلة. ويقول لحضرتك أن الحكمة الجماعية للمجموعة لما بنلقي الضوء على هذه المشكلة بتبقى أفضل وأحكم من أحكم المشرعين، فده مهم هذا الاختلاف. إنما إحنا فلسفتنا بس الاختلاف يحصل زي ما بنشوف برلمان الكوريا دول ضربوا بعض والحاجات دي، إنما في النهاية الحقيقة بنصل إلى الأحسن بالإضافة إلى أن مدام لنا فلسفة محددة في البرلمان، وأنا أعتقد أن هذا البرلمان يجب أن يكون له فلسفة معلنة في الفترة دي في ظروف هذه الدولة، وهي فلسفته الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال التشريعات المناسبة. فأنا أظن أن هذا البرلمان هيقوم بهذا الدور. هل دوركم برضو بيكون داخل فيه أنكم يعني تقللوا حالات الاحتقان اللي موجودة في مواضع كثيرة، ولا هذا ليس دور البرلمان؟ لا هو دور النواب طول عمره، دور النواب برضو أن هم بيقللوا هذا الاحتقان، لأن هم بيمثلوا الشعب، فبما أنهم بيمثلوا الشعب بيتدخلوا في مثل هذا الكلام. وبالإضافة إلى أن طالما إحنا عرفنا، وده اللي انا كنت بقول عايزين كنا مكشفه اكتر من الرئيس، عشان الناس فعلا النواب وممثلين الشعب يفهموا كويس ان التحديات كبيره جدا وضخمه وشديده. ولكن لو كان الرئيس كاشف اكثر من ذلك كان هيقول لك ده جاي يخوفنا، ده جاي يرعبنا، ده جاي يقول لنا ايه. ما هو شايلها سنه ونص، لازم كان يقول للناس بقى النواب عشان يتحملوا مسؤولياتهم سواء في التشريع او سواء في الرقابه او سواء في المساعده حتى الشعبيه، لان هو النائب في النهايه جاي من الشعب. انما انا عايز انقل على نقطه الاقتصاد كاستاذ سامح فؤاد يعني لا هو انا اتصور ان سياسيا وحتى من ناحيه ال اللياقة السياسية اللياقة السياسية ان الرئيس ما كانش يتدخل في التفاصيل. لا ما كانش على التفاصيل النواب ممكن يكون لهم دور مع رئيس الوزارة في حل اي احتقان او حل اي ازمة، واخد بال سعادتك ازاي؟ الرئيس تحمل لمدة سنة ونص مسؤولية السلطة التشريعية، واكيد قابلوا فيها ما احنا لازم نبقى معترفين بالحقائق يعني. فكان لازم بقى يعني يقول لنا ادي بقى مسؤولياتكم جد وانا بكشفكم بالموقف. هو اتكلم عن الاقتصاد الحقيقه وقال ان احنا عملنا بنيه اساسيه وطرق ومواني ومحطات كهرباء، بالاضافه الى ان هو طالب بشكل او اخر بتعديلات تشريعيه عشان جذب الاستثمار. بقى لما قال لنا في استثمار ده معناه ضمنيا ان هو غير راضي عن التشريعات اللي موجوده حاليا من الناحيه الاقتصاديه. والله هي كلنا كافيه كلنا هي غير كافيه، فعلى البرلمان انه يلتقط مثل هذه الرسائل، وهو حقيقي واحنا كمان شاعرين يعني احنا كمان عارفين. فهنا بقى اهميه اللجان بعد ما تخلص اللائحه
المنتظرة دي اللي هي ما يعني ربنا يسهل وتمشي وما يطلعش فيها عوار دستوري ولا حاجة لأن شكلها كده هيطلع فيها. فربنا سهل. تراجعت؟ لا معلش هي تراجعت الأوان، إنما أنا لا يعني مش عايز أخش في موضوع جانبي، إنما موضوع الائتلاف ده هياخد بالتأكيد إن لم يعالج جيدا هيبقى مشكلة كبيرة طبعا قوي. يعني المجلس مش عارف يعمل لائحة نفسه؟ مع ان المجلس سيد لائحته، هم مش عايزين يبقوا سيد لائحته، ونعمل لهم ايه؟ هو سيد لائحته ولا سيد قراره؟ لا لا لائحته، لا خلاص سيد قراره، سيد قراره خلص بقى سيد لائحته بس. في اضافه بس برضو يا ريس، النهارده السيد الرئيس برضو في خطابه تطرق لبعض المشاكل اللي هي المشاكل اللي تتعلق بالمواطن وحياته اليوميه، زي ملف الصحه وخبر سعادتك ازاي، ملف التعليم، ما دي الاعمده الاساسيه بتاعت قاده اي مجتمع يعني، وبالذات ملف الصحه يعني دي بقت مشكله المشاكل على مستوى الـ الريف بالذات، لان والمدينه كل الوحدات الصحيه اتخربت. ورئيس الحكيم اتخربت. العداله الاجتماعيه اشار اليها، واشار ايضا الى العداله الانتقاليه عندما قال ان احنا هنعفو عن الشباب. ما هو العداله الانتقاليه ما هي الا انك انت اعتراف ثم عفو ثم إدماج، وده اللي حصل اللي قاله الرئيس بالنسبة للشباب. فهو اتكلم على العدالة الانتقالية وهذا قانون له أولوية أيضا، وثم اتكلم عن القانون التاني العدالة الاجتماعية لما اتكلم على الصحة واتكلم على التعليم واتكلم على المعرفة والخطاب، دي عدالة اجتماعية هي. يعني اتكلم على النقطتين دول محتاجين تشريعات. اسمحوا لي أروح لفاصل، وبعد الفاصل عايز أسأل سيادة النائبة بسنت فهمي، هل من حق البرلمان أنه يسأل محافظ البنك المركزي في أي حاجة من قراراته، ولا محافظ البنك المركزي فوق البرلمان؟ ألقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي النواب المحترمين الأستاذة بسنت فهمي والأستاذ فؤاد بدراوي والأستاذ أكمل قرطام، وإحنا بنتكلم ما زلنا على جلسة اليوم وعلى المهام اللي وضعها الشعب وكلف بها الشعب النواب والتوصيات التي أوصى بها الرئيس النواب اليوم. وكان لي سؤال قبل الفاصل للأستاذ بسنت فهمي، هل من حق البرلمان أن يحاسب محافظ البنك المركزي، أم أن محافظ البنك ليس جزء من هذه المنظومة التي يحاسبها البرلمان؟ السياسة النقدية والسياسة المالية احنا دايما بنيجي نقول دول جناحي الاقتصاد. تمام. ما فيش شك ان ما فيش ابيض واسود في السياسة النقدية ولا ابيض واسود في السياسة المالية، لكن في وجهات نظر تبقى اكثر واقعية. كلمة يحاسب او لا يحاسب، انا مش ده المقصود. انتم بتحاسبوا الحكومة، يعني وزير المالية يحاسب، بنناقشه ولا يعني ممكن نيجوا يعني ايه نحاسبهم حضرتك؟ فعلت ولم تفعل، اسأت ولم ممكن تناقش. يعني مثلا انا هقول لحضرتك حاجه، مثلا موضوع الدولار، لو طرحت فكره ناخد انه اسلوب في التعامل مع العمله، ناخد مثلا التعويم المدار ولا نخفض العمله على طول ولا نخفض، يعني دي موضوعات ما تخش بالبساطه دي، دي عايزة تناقش بدقة لأن الخطأ فيها يضيع مناخ الاستثمار، وإحنا في عرض استقرار مناخ الاستثمار. يعني مش عايزة أقول استخدم كلمة دارجة، إحنا بنلصم العملية، بنلصم طبعا، لأن العالم كله ملخبط وإحنا عندنا ظروف صعبة جدا، ولا يمكن أن ننكر أن الاحتياطي بتاعنا حجمه متدني للغاية مقارنة باحتياجاتنا، لا يمكن ولا يمكن ننكر انه الصناع بيعانوا من عدم امكانيه الحصول على الدولار بسهوله لاستيراد المواد الخام، وفي يعني ما نقدرش ننكر، مش علشان احنا بس ظروفنا وحشه، المنطقه ظروفها وحشه والعالم ظروفه وحشه. فالمناقشه فيما يختص بالسياسه النقديه والماليه مهمه جدا. يعني هقول لحضرتك برضو موضوع مهم قوي من وجهه نظري بغض النظر عن سعر الدولار، البنوك المتخصصه، احنا مش بنقول عاوزين نزرع، احنا عاوزين بنوك متخصصه للائتمان الزراعي. طب مش موجود، ما ينفعش بنك الائتمان الزراعي يبقى بنك تجاري. لا، كان جه محافظ اسبق، لازم يعود لدوره، لازم. فانت عاوز البنوك المتخصصه ترجع تقوم بدورها. فده موضوع، لا ده موضوع مش بسيط ولازم نناقش فيه
ولازم نوصل الى حل. دي سياسه عامه، هل دي هيكون في مطالب بيها في هذه السياسه طبعاً العامه؟ طبعا يعني اما اجي اقول انا عاوز اعمل مناخ للاستثمار، هو مناخ الاستثمار قانون؟ لا، مناخ الاستثمار ده سياسه ماليه وسياسه نقديه وتوجهاتك كاقتصاد، هنمشي بانه طريقه ازاي، هنعمل الاستقرار الاجتماعي يعني اولويات الاستثمار. زي ما قلت لحضرتك لو كنا اشتغلنا مشروعات ضخمه بس كانت عملت تضخم، فانت بتشتغل ضخم ومتوسط وصغير ومتناهي. اسلوب اداره الاقتصاد هو ده اهم حاجه، والبنك المركزي او السياسه النقديه مش عايز اقول لحضرتك من اهم النقاط، هي والماليه زي ما بقول حضرتك كده، زي ما يكونوا كده جناحي الاقتصاد. فما تقدرش تسيب دي ما تناقش، بالعكس ده في موضوعات وعلى راسها انا موضوع البنوك المتخصصه. حاجه تانية حضرتك برضو، انت حضرتك عاوز تعمل، قلنا هنخصص 200 مليار للتمويل المتناهي الصغر، ده شيء عظيم، بس لو خليت البنوك التجاريه هي اللي تقوم بيه هيتعمل لها تخفيض في الجدارة الائتمانيه، وده يأذي مناخ الاستثمار. مين يقوم بيه؟ حاجه زي بنك متخصص. بنك متخصص طبعا، بنك متخصص. وانا قريت تقرير اخير عالمي قال لك لو ابتدت البنوك، ففي حاجات لازم نتناقش فيها مش موضوع مين يعني. وبكرر حضرتك انا كلمه عجبتني في كلام السيد الرئيس، احنا مش في مرحلة تصارع، احنا في مرحلة تعاون. تعاون الحكومة مع البرلمان، تعاون الشعب والحكومة والبرلمان. مفيش حاجة اسمها في الفترة دي صراعات. انا ضد مبدأ، ويمكن كنت بتكلم مع فؤاد بيه قبل ما ندخل، ما عندناش الرفاهية دي. ما عندناش لا الرفاهية ولا الوقت اللي يسمحوا لنا ولا الوقت. طيب انا معايا عبر الهاتف سيادة النائب حسن عمر، اصغر نائب في البرلمان. اهلا سيادة النائب. اهلا وسهلا بحضرتك، وبحب ارحب بحضرتك وبالسادة النواب، وطبعا بشكرهم على الصورة المشرفة بتاعت النهاردة، كانت من السادة النواب ومن السادة الوزراء اللي حضروا ومن السادة الرئيس والسادة رئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال. سيادة النائب، يعني النهاردة في اكيد انت بقى من بيتفرجوا على الفيسبوك ومتابعوا مش كده ولا ايه؟ طبعا. وكان في ناس من الشباب كتير قاعدين بيقولوا هو في شباب في المجلس، وجابوا صور لبعض اعضاء البرلمان الاكبر سنا، وقال لك الرئيس يتحدث الى الشباب وعن الشباب ومفيش شباب في المجلس. لا، في شباب من تحت السن 35 سنه، في اكتر من اكثر من 80 شاب موجودين، ودي نسبه كبيره، اول مره في تاريخ مجلس النواب المصري يبقى النسبة نسبة المشاركة من الشباب في مجلس النواب بالحجم ده. انت حددت خلاص يعني الشباب اقل من 35، يعني اللي عنده 36 ده خلاص بقى راجل عجوز؟ لا 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 اللي فوق لحد 40 سنة، لحد 40 سنة 120 نائب. ايوه بالظبط بالظبط. طيب يعني خلينا نقول الرسائل اللي او التوصيات والرسائل من الرئيس الى الشباب ازاي استقبلتها حضرتك وزملائك من البرلمانيين المحترمين من الشباب؟ طبعا في بداية العام كان في خطاب للسيد الرئيس على الشباب، وكان بيقول ان عام 2016 هو عام الشباب. هو سيادة الرئيس حط ايديه على نقطة التنمية بجد، لان احنا بنشوف في اي دولة في العالم ان التنمية بتبدأ بالشباب، فلازم الشباب تشارك في العمل السياسي. احنا قبل 25 يناير ما شفناش شاب من الشباب كان ممثل في اي وزارة، في اي عمل مساعد وزير حتى. وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان اليوم كانت تضمن جزئية مهمة جدا، وهي الهدف عند الشباب. كانت في خطابه تضمن، قال ان الشباب احنا دلوقتي بنأهلهم وبنمسك الشباب مساعدين وزراء، فدي خطوه كويسه جدا. وزراء ومحافظين. ومحافظين، فدي بتدي هدف للشباب كله انه يسعى ان يبقى عنده حلم وهو في عز شبابه يمسك منصب، يبقى وزير، يبقى محافظ. فدي كانت اهم نقطه عند الشباب. تمام، بشكر حضرتك سياده النائب حسن عمر، اصغر نائب في البرلمان المصري، برلمان 2016. انا بحب اسميه برلمان 2016 مش 15 زي ما الناس بتتداوله، يعني ساعه الانتخابات حصلت في 15 بس عشان نبص على المستقبل كده نسميه 2016. ادهم كمال بيقول ان شاء الله هترجع احسن مما كانت، بس كتفنا بكتف بعض. هل تم التصديق على كل القوانين التي تم اتخاذها من قبل السلطه التنفيذيه
أثناء عدم وجود السلطة التشريعية أم تم الموافقة على قوانين وأخرى لا؟ لا، كل القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس طبقا للاختصاصات السيد رئيس الجمهورية تم إقرارها في المجلس جميعا ما عدا قانون الخدمة المدنية. وقانون الخدمة المدنية الحكومة بتعدل فيه على ضوء المناقشات التي دارت والملاحظات التي لبعض المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والحكومة هتتقدم به للمجلس تاني للمناقشة وإقراره أو إجراء تعديلات على حسب ما المجلس هيرى يعني. نعم. لكن كل القوانين اللي صادر بها قرارات جمهورية دي تم إقرارها في المجلس. طيب، وبرضو سؤال من صفية مرزوق، ما دور النواب لمجابهة تعمد بعض الإعلاميين وبعض القنوات الفضائية ومن بعض النشطاء من شأن التقليل من حجم المؤامرة الدولية ضد مصر اللي بغرض إضعاف وخلخلة الجبهة الداخلية؟ حضراتكم يعني اللي يحب يجاوب ده موقفنا من الإعلاميين يعني؟ من الإعلاميين ومن الأطراف، الناس اللي بتقلل من يعني تطلع يقول لك لا في عم مشكلة ولا في حاجة، ده الموضوع انتوا بتخوفونا وانتوا بس بتقلقونا وخلاص. لا، انا مع ان كل واحد يقول وجهة نظره اذا كان هذا الاعلامي شايفها من وجهة نظره بهذا الشكل، لان في الاخر انا عايز اطلع رأي عام، وهذا والرأي العام لن يكون ناضجا الا بالاطلاع على هنا وهنا وهنا وهنا. فده راجل بيقول افكاره، طالما هو لا يتعمد هذا، طالما هو ده احساسه وهو شايف كده وتحليله، ما هو المستمع برضو عاقل بيقدر يستوعب، بيقدر يعرف الراجل ده ايه والراجل ده ايه. يعني احنا ما الناس الشعب لازم نعاول نسق بقى في الشعب بتاعنا الحقيقه شويه. طب عندي سؤال تاني لحضرتك، معلش انا عارف ان حضرتك عندك تعقيب تاني، بس عندي سؤال تاني شبه شكوى من طارق نور الدين احد معاوني الوزراء من الشباب، بمناسبه اننا كنا بنتكلم مع الشباب وعلى الشباب، بيقول وفقا لبرنامج الرئيس تم تعيينه كواحد لمعاوني الوزراء وتم استبعاده وزملائه دون اسباب مقنعه بعد التعديل الوزاري الاخير، هل التجربه مرتبطه بوزير معين؟ انا اظن ان التجربه الحقيقه مش محطوطه لسه بشكل مظبوط. انا مش مساله ان انا اجيب واحد شاب واقول له خلاص تعالى انت بقيت مساعد وزير. لما فرنسا قامت بهذه التجربه، واحنا بنقتدي برضو بتجارب الاخرين طبعا، عملت شيء مختلف، هي عملت مدرسة وعملت طلعت الناس الموظفين بتوعها على سن 55 أو 50 أظن، وعشان تفضي أماكن، وعملت لهم دفع في الخمس سنين دول اللي طلعوا بدري، دفعت رواتبهم بالكامل ففضت مكان، ثم عملت أكاديمية وأعبأت تعلن على اللي يتقدموا ليها، ثم بتمتحنهم، ثم تاخدهم اللي نجحوا في الامتحان يقعدوا في هذه المناصب. بس ده كان الوضع مستقر يعني هنا، وضع مستقر انت هنا حضرتك يعني عندك مبدأ بتقول تمكين الشباب بسرعة، لان ده هدف من اهداف الثورة وده شيء الشعب مش هيقدر يستنى عليه كتير، فكان لازم تاخد الموقف ده. ديفينتلي تجربة بالتأكيد تجربة المساعدين للوزراء والمحافظين من الشباب بهذا الشكل لازم هتفشل. لو قعدنا ناخد كده شاب ونقول له تعالى انت بقيت مساعد للوزير، انا عايز اقول حاجه هنا، ان هي دي تتوقف على مدى رغبه الشاب اللي بيتم اختياره كمساعد وزير او محافظ وقدرته، وهل هو لديه الرغبه ان يعمل في المجال السياسي. اصل العمل السياسي دي مش مساله مش اي واحد، السياسه اذا كانش حد يعني هو معاون الوزير ده عمل سياسي ولا عمل تنفيذي؟ المفروض عمل سياسي. عمل سياسي. الوزير والواقع الوزير عمل سياسي. لا، عمل تنفيذي دلوقتي. الوزير عمل سياسي. اخبر سعادتك ازاي؟ وكيل الوزاره يبقى عمل فني. عمل بالظبط كده. لكن الوزير يجب ان يكون سياسيا في المقام. الوزير ونائبه ومساعده ومعاونه سياسيين كلهم. اخبر سعادتك ازاي؟ فالشاب نفسه يكون عنده الرغبه. كلهم يا فؤاد بيه؟ نعم. الوزير ومساعده الوزير ومعاونه الوزير والشاب اللي بيساعد الوزير دوت لازم يكون عنده الرغبه في العمل السياسي، الرغبه في العمل السياسي. واخد بال سعادتك ازاي؟ ما مصر كلها عندها الرغبه في العمل السياسي. لا مش لا 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 كلنا عندنا الرغبه بنمارس العمل السياسي بشكل دوت، لكن لما بتخش بقى جوه بتقول لا رقبتي. واخد بالك ازاي؟ فهي دي العبره. تمام. انا بس بقى حته تانية قبل ما اقول التعقيب الاساسي، زي ما قال كده فؤاد بيه، ان لو ما بجيب انا وزير تكنوقراط هو
له فكر وطريقة معينة فبيفرضها على الوزارة. بينما لو أنا وزير سياسي أنا برا كل الأفكار وبفاضل بينها وبشوف إيه المناسب وأثره المجتمعي. وكيل الوزارة هو الفني. دي القصة، دي القصة. إنما هدني الوزير، ما عملناش وكيل الوزارة الدائم عشان خاطر نقدر نعمل الوزير. ده لازم يتم. ممكن ده يكون عن طريق هيئات ولا إيه؟ ممكن يكون عن طريق هيئات. أنا عندي الهيئة العامة للبترول ومخلي وزير البترول هو اللي يدير الهيئة تقريبا مثلا، يعني بلاش عندي الهيئه العامه بتاعت هيئه الكهرباء وجايب الوزير يتدخل، بنقول عليه الرئيس الاداري الاعلى. هو مش الرئيس الاداري يعني، الحقيقه عندنا شويه ديفينيشن صغيره عايزه تتظبط. انما انا هرجع للنقطه بس بتاعه البرلمانات والتشريعات عشان الناس برضو تبقى متوقعه. البرلمانات في العالم وخاصه في الدول اللي هي ماشيه في الـ في الـ في الـ في الـ الدول يعني ذاتها الديمقراطيه النيابيه، والحكم طريقه الحكم فيها نيابي برلماني، تقلصت عدد القوانين اللي بتطلع من البرلمانات في العالم الى ما لا يزيد، هو الحقيقه 2% بس انا بقول 5%. لابد ان المقترحات عاده بتيجي من الحكومه لان هي اللصيقه وهي اللي عارفه المشاكل. انا ما اقدرش افرض، والا هتقول لي طب الموارد فين؟ طب الفلوس منين؟ لما انا هقول يعني دي نقطه بس حبيت اشير عليها. حاجه في الخطاب احنا ما يمكن ما تطرقناش اليها، وهو الدور استعاده مصر لدورها الخارجي. احنا فعلا كمصر لا كلنا فخورين، لان ومصر تحديدا ربنا خلقها كده. لو دورها بره ضعيف بينعكس على مصر جوه بطريقه سيئه جدا. فاحنا دورنا ابتدى يبقى موجود، والرئيس اشار الى هذا الحقيقه وذكر سوريا وذكر ليبيا وذكر ومن ضمن الحاجات اللي ذكرت بالنسبه للدور الخارجي، ذكر طبعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخلافه. بس هو اللي أنا يمكن ترتيب الدول سوريا وليبيا واليمن يخليني أقول إن يبدو إن سوريا أصبح لها أولوية شديدة عندنا عن ليبيا، لأنها اتقالت قبل ليبيا. لما الرئيس قالها قال سوريا ليبيا اليمن. هل دي إشارة أو مش إشارة؟ يعني أنا لو خدتها إشارة ده يبين لنا إن إحنا ممكن يكون فيه تدخل عسكري وشيك. يعني تدخل عسكري وشيك تشارك في مصر، يعني تشارك في مصر في سوريا. أشك. هل ده حضرتك يعني اخذت ده من انا اخذتها من انه هو حط سوريا قبل ليبيا؟ سوريا قبل ليبيا. يس يا ده هو قال يعني. قالوا سياسيه اشك يا فندم. طيب عظيم. اتفضل. في حاجه تانية حضرتك اشرفها في التعليقات ولا لا؟ هو تقريبا بس موضوع طيب. عندي نقطه بعيدا عن كل ده، مصر محتاجه الفتره اللي جايه ان يبقى عندها اجهزه تنظيم، محتاجين جهاز أو مجلس تنظيم، مجلس تنظيم للصحة، مجلس تنظيم للتعليم، جهاز تنظيم للنقل العام. النهارده شايفين المشكلة اللي حصلت ما بين التاكسي وأوبر وكريم. ما عندناش جهة تنظم هذا العمل. ولو حطيناها على عاتق وزارة النقل مش هتكون الجهة المحايدة اللي بتعمل ده. وعندنا مثال موجود وناجح إلى حد ما، جهاز تنظيم الاتصالات. لماذا لا يوجد مثله في النقل والتعليم والصحة وغيره، رغم أن هناك مقترحات فعلية لبعض هذه الأجهزة أنها تتنفس؟ حضرتك إحنا عندنا كمية أجهزة وأعداد من الناس بتشتغل، لدرجة أن وصلنا دلوقتي أن تلت الموازنة العامة أجور ومهاية. يعني بالرغم من أن أنا فاهمة حضرتك عاوز إيه، لكن بصراحة الأجهزة اللي موجودة تفعل دورها، لأن ما كل ما يبقى عندنا مشكلة نقول هيئة عليا لكذا، جهاز أعلى لكذا، هيئة عليا، دي مش ببلاش. مفيش معنى إنها تبقى حاجة ونسميها جهاز، بس هو الجهاز حضرتك مش عاوزين حاجات جديدة، عاوزين الناس اللي بتشتغل تقوم بدورها. أستاذة بسنتي، النهاردة لما باجي أقول لو أنا جيت قلت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا المجلس ما هواش بديل لوزارة الإعلام، لأن لابد أن يشارك فيه المشاهد أن يكون جزء منه، وهو ليس موجود في منظومة وزارة الإعلام. تشارك فيه بعض أجهزة الدولة ويشارك فيه الإعلاميون. لا أنا فاهمة رأي حضرتك، بس أنا كل خوفي أن الدولة يعني أوريدي الجهاز الإداري تقيل قوي، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان نخفف منه. طيب هل في سبيل ده ما نظمش؟ طب لا نظم. طب نظمين يعني موضوع النقل يا ستي. أنا انبسطت قوي من بعض، أنا ميالة قوي يكون في احتكاك وشراكات مع الدول الأخرى. يعني أنا لست من ضد مبدأ أن نعقد عقود إدارة
مع ناس متخصصة من الخارج أو الشركات زي السكة الحديد. ولما الناس زعلت قلت لهم ده انتوا بتجيبوا مدرب الكرة من بره، يعني ايه المشكلة؟ انا مش عايزة يبقى عندنا بقى كمية اجهزة ونظم ومؤسسات احنا مش عارفين ندير اللي موجود. بس مش هو هكذا يدار العالم من لا خلال كل ده؟ العالم بكل الاجهزة اللي عندنا ده انت التلت الموازنة عندك. لا تمام، هو لا يدار بهذا الجهاز الاداري ولكن ضخم فظيع، لكن ما يكونش فيه يعني ريجيليتر لكل بس. يا فندم يعني اما يكون السكة الحديد اقدم دولة تستخدم السكة الحديد بعد بريطانيا، شفت، ونستعين بناس متخصصين ليه؟ يعني وصلنا لهذا شفت بقى التدهور. شفت حضرتك نستعين ببريطانيا، احنا جايبين امن عشان المطار يجيبوا شركه يعني تاخد راس مش احنا تاني سكة الحديد احنا تاني ناس بعد بريطانيا سكة الحديد احنا اقدم دوله بعد بريطانيا بالرغم من ان الحقيقة بتقول كده لكن انا غصب عني قلت ما بدهاش هنعمل ايه؟ يا حضرتك بتقول مثلا التاكسي خناقه اوبر والتاكسي وكريم من ينظم هذا العلاقه؟ مش بس كده حضرتك، هي عمليه مش خناقه، هي منافسه وردت. انا قلت من ينظم هذه الخناقه، قلت من ينظم هذه العلاقه، عفوا هم انزعجوا من المنافسه. صح صح، وانا شايفه ان دي حاجه صحيه بقى حقيقي، لكن هتبقى عندنا مشكله موجوده على الارض. المشكلة؟ انا عايز اقول هنا حاجه مهمه بعد اذن حضرتك. الهيومن كابيتال عندنا انا اي ثينك ان هم يعني اعتقد ان هم قادرين زي ما قال فؤاد بيه في السكه الحديد ده احنا تاني دوله بعد بريطانيا. المساله انك انت ازاي تعامل هؤلاء الناس وازاي تربط بين الاجور والانتاج، بالاجور والعمل والنتيجه. لان انا طول ما انا حاسس ان انا موظف حكومه ها رحت ما رحتش وباخد ماهيتي شفت بقى حضرتك عمري ما هانتج. يبقى المساله عندنا في النظام، واحنا لا تستطيع ان تغير، يعني احنا بنقول النظام اتغير عندنا او النظام سقط، لا هو ما سقطش. النظام يسقط امتى ويتغير امتى؟ لما تغيره، لما تغير اللوائح بتاعتك، لما كل الشكل بتاعه اللي بيحكمنا. يعني انا اسفه عايزه اقول كلمه هنا، ما جينا نناقش موضوع قانون الخدمه المدنيه الدنيا قامت وما قعدتش. يا جماعه مش معقوله كل ما نحاول نغير حاجه يحصل احتجاجات. طب وهنعمل ايه بقى؟ نجيب ناس بقى من الخارج. ما هو مين اللي احتج لما ايه؟ هل لما الحكومه عملت قانون الخدمه المدنيه ولا لما المجلس رفض قانون الخدمه المدنيه؟ انا واحده فيهم. المجلس رفضوا ازاي حضرتك؟ رفضوا ليه برضه؟ لازم لا انا قصدي يعني حضرتك قصدك ايه في انا واحده فيهم؟ لا الحكومه بالعكس، الحكومه بتحاول تصلح. كويس. كون في بعض الملاحظات ده مش معناه انا عملت في تحت هذا القانون عمري كله. ما انتوا اللي رفضتوا يا فندم. لا مش نزوه من الباب. معايا على التليفون سياده النائب المحترم محمد ابو حامد. اهلا سياده النائب. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بضيوف حضرتك الكرام. اهلا بيك يا فندم. سياده النائب، يعني مش من غير ما ندخلك جوه التفصيلات اللي احنا كنا بنناقشها دلوقتي رفقا بيك، خليني اخد من حضرتك انطباعاتك عن جلسه اليوم وما نتوقعه وما تتعهد به كنواب للشعب في الفتره القادمه ان تحققوه. هو في الحقيقة اللقاء النهاردة من وجهة نظري هو لقاء تاريخي، لأنه تتويج لثورة 30 يونيو وإعلان نجاح الشعب في أنه ينفذ إرادته اللي ظهرت في الثورة وأنه انتهى من خطوات اللي وردت في خريطة الطريق. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة اللي كانت موجودة في السنتين اللي فاتوا، لكن الحمد لله بقى في دستور وبقى في رئيس منتخب وبقى في برلمان منتخب واكتملت مؤسسات الدولة. وخطاب الرئيس النهاردة كان بيان انطبقت عليه إنجاز التعبير يعني مواصفات الخطاب اللي بيلقى في مثل هذه الظروف، من حيث الكلام عن المبادئ العامة اللي إلى حد ما تدي ملامح للرؤية اللي الدولة تتحرك فيها، الكلام على إن احنا عايزين دولة ديمقراطية مدنية حديثة، دولة بتمكن الشباب، دولة بتحترم المرأة، دولة بترعى ذوي القدرات الخاصة، دولة شايفة أن أولويتها الأولى الفقراء ومحدودي الدخل، الكلام عن الإنجازات اللي قدرت الحكومة تحققها في السنتين اللي فاتوا، الكلام على أن في تحديات كبيرة تجعل القلق مباح يعني أو مشروع، لكن في نفس الوقت أنه التحديات دي ما تمنعش أن في أمل، وأن الأمل دون مش هيصنعه شخص لوحده، وإنما أمل هيصنعه بداية الشعب ومؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية وكل المؤسسات الموجودة في الدولة.
وكان في يعني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر الكلام عن المسؤوليه المشتركه وعلى ان التحديات الموجوده تحتم على كل الاطراف. تعهداتكم ايه بقى ست النائب؟ يعني تعهداتكم ايه؟ ما الذي سيختلف يعني ما بين النهارده وامبارح؟ انا متهيالي انه من اول ما البرلمان عقد اولى جلساته وعلى الرغم من ان كان في يمكن شويه دربكه، لكن اللي بلمسه من كل زمايلنا في البرلمان انه الناس عندها ادراك كامل لخطوره المرحله اللي احنا فيها. كل المجموعات سواء المستقلين او الحزبيه او الائتلافات الموجوده في البرلمان الكل حريص انه يبقى المصلحه الوطنيه هي الاساس، انه في احساس بالمسؤوليه، ان احنا ما فيش لا ترصد ولا حاله من حالات الصراع مع السلطات الاخرى، وانما احنا بنشتغل في اطار من التكامل والاحساس بالمسؤوليه المشتركه. ولانه النهارده كان الرئيس قال احنا محتاجين دايما نبقى بنغلب المسؤوليه الوطنيه بعيدا عن المزايدات السياسيه او المزايدات الاعلاميه، وان النائب زي ما ليه دور انه بيجيب من الشارع من الجماهير مطالبهم ومشاكلهم يوصلها للحكومه، كمان في ليه دور مهم تاني انه لازم ينقل الحقيقه للجماهير. ده هيحصل يا سياده النائب ولا ده يعني انا متهيالي انه بالنوايا الصادقه المخلصه اللي موجوده اللي شفناها في معظم زمايلنا في المجلس كلهم كمان ان شاء الله ده يحصل. وفكره انه يبقى النائب بينقل الحقيقه للشعب بشكل مستمر ودائم، لانه الواضح جدا ان احنا عشان نقدر نحرك بلدنا من الحاله اللي البلد وصلت لها بعد سنوات طويله من الاهمال وعدم الاكتراس، يعني ده محتاج تضحيات، وعشان يبقى في تضحيات لازم تغيب فكره المزايده بقى سواء بكل اشكالها سواء كانت سياسيه او اعلاميه. ولازم لما نكلم الجماهير ونكلم الشعب زي ما الحكومة في دور لازم تؤديه، احنا كمان الشعب في امور لازم ينظر لها بعين مختلفة، ولازم يبقى لينا دور في مواجهة حروب الوعي اللي بتتم ضدنا. والله ده حقيقي والله. وفي نقطة تانية طبعا دور كبير جدا موجود على الأعضاء هذا المجلس المحترم، ان هم هيبقوا يعني بيضربوا المثل، يعني كل ما كان يسيء للمجالس السابقة. دور كبير جدا موجود على أعضاء مجلس 2016 إن هم يقولوا للناس هكذا يكون مجلس النواب. بشكر سيادة النائب محمد أبو حامد. يعني النهاردة بنقول الدور ده، يعني هرجع تاني موضوع أوبر والتاكسي مش هسيبه يعني. أنت كنت عامل عليه حلقة جيدة جدا حقيقة. بس دي ده ما هو ده حضرتك العالم كله متجه إلى هذا، متجه إلى ما بيطلقوا عليه الشيرنج إيكونومي. يعني انا النهارده العربيه ماشيه بالظبط، العالم كله بيتجه لهذا الكلام. اولا انا بتوفر حضرتك العربيه ما بتجيلكش، لان كنت عايز اخش اعمل مداخله ساعتها، العربيه بتاعت اوبر ما بتجيلكش، دي بتكون قريبه ليك فما بتجيش ببنزين، واخد بال حضرتك؟ مش ما استهلكتش بنزين، هي جنبك بقول لك ايه العربيات اللي جنبك فبتعدي عليه. شيرنج ايكونومي حتى دلوقتي في الاوتيل يعني الوجهات. ليس دفاعا عن دول ولا عن دول، والمنافسه جيده، وليس دفاعا عن دول ولا هجوما على دول، ولكن واقع الامر بيقول عندي 50 60 الف سائق تاكسي محتقنين شايفين ان هم يعني على حق وان الدوله تهدر حقوقهم، شايفين ان هم عليهم أعباء مش موجودة على أوبر من ضرائب وتأمينات ورخص مهنية وأنه مضطر يجوب الشوارع وأنه مضطر يشغل العداد وأنه وفي نفس الوقت شفنا ناس من الأفاضل اللي راكبين سايقين أوبر، وأنا كنت عملت اتصال حتى براكبة في أوبر وقالت شعر في الخدمة. بغض النظر عن الموضوع، الطرفين عندهم حق والطرفين محتاجين حد يقول لهم لا حقك لحد هنا والواقع بيقول كده، ونعمل مين اللي هينزل لهم؟ طبق القانون حضرتك. يعني ليه انا لو طبقت القانون مش هيبقى في اوبر؟ مش هيبقى في اوبر لو طبقت نفسه اوبر. يعني زي ما بنيجي نقول النهارده ايه حضرتك؟ عاوزين نعمل تمويل متناهي الصيغ وعندنا اقتصاد غير رسمي، بنقول لهم ايه؟ اظبطوا ورقكم مش غلط يا فندم. القانون بيقول انك ما تقدرش تركب حد ما تعرفوش باجره في سياره ملاكي، وما تقدرش ان انت النهارده تبقى عندك سائق بلا رخصه مهنيه. هنعمل ايه؟ بس دي بقت عمليه منظمه. غير القانون.
يعني مش قرآن هتغيروا القانون؟ لا يعني بقى أنا يهمني المواطن في الأصل الحقيقة يعني دي أنا اللي شايفاه إزاي بقى أعفي سواقين التاكسي من الرسوم عشان أخليهم كمان يبقى المنافسة بينهم وبين أوبر تبقى منافسة قائمة على اللي بيقدم الخدمة يعني أنا لازم أراعي هذا الكلام ده نوع من أنواع العدالة بما أننا سمحت بمثل هذا الكلام يبقى من الناحية التانية هعفي الناس من رسوم على اساس يقدروا يستطيعوا ان هم يقللوا اسعارهم انما شوف طريقه تخلي يعني النظام على الكل تمام مين شوف لا المسؤولين وانا كل ما كل شو هعمل هي حضرتك الدوله طب انا ما قلتش حاجه انا بس مخالف هو موضوع الحقيقه كان قوي جدا انا بس اسال حاجه حضرتك تزعلي مني يصير انا بس مشكله جامده الحقيقه مين يشوفه يعني في حدود علمي يشوفوا المسؤولين تعرف حضرتك احنا مبسوطين قوي بالخدمه لا دلوقتي حضرتك المفروض طبعا واضح يا فندم المفروض ان الجماعه السائقين اذا كان لهم نقابه او خلافه يستطيعوا ان هم يتقدموا الى لجنه ال- 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 الشكاوى في البرلمان ونقدر نسمع ونعمل لجنه استماع ونستمع اليهم ثم نشوف اقتراح بقانون او هنعمل ازاي فانس اكمل الموضوع خرج وبقاله شويه موجود فلو انت استنيتهم حضرتك تقول لو كان عندكم نقابه تقدموا إلى الشكاوى أين اقتحام المشكلة أين يعني يتجمع مجموعة من النواب المحترمين الشجعان اللي بيحبوا أوبر واللي بيحبوا التاكسي الأبيض مع بعض وينزلوا يروحوا لهم يقول لهم تعالوا نقعد نتكلم واللي انتوا عايزينه واحنا شفنا ان هو صح هنروح نتكلم الحكومة طب والله لا في لجنة استماع نعمل لجنة استماع الممثلين المختلفين من الطرف ده ومن الطرف ده نعمل لجنه استماع في المجلس ونستمع لوجهات النظر المشكله كلها اسامه بيه هي جايه في اللائحه انا تقدمت باكثر من طلب عاجل ما بيان عاجل انما لسه واضح ان هو لسه بعد مع ان انا بعتقد في ظل وجود رئيس وكيلين كان المفروض يحصل بعد اللائحه انما احنا عندنا مشكله اللائحه على ذكر اللائحه بقى انا كنت حاجه بتتكلم بتقول انتوا زي انتوا هتتعاملوا مع الناس اللي بيزعقوا وبيعملوا وبتاع انا عايز اقول حاجه احنا مقترحين في اللائحه وده مهم جدا لابد يكون في مدونه سلوكيات للمجلس العضو اللي بيقوم يتكلم بفكرة أو اقتراح أو نقد أو تعليق ومش مفروض أنه يكرر ما قيل دي حاجة لازم مدونة السلوكيات المفروض تمنع التصفيق يعني النهاردة في خطاب الرئيس لاحظت أن التصفيق كان أزر على لازم احنا بنحبه وكل هذا الكلام بس دي مش مسألة كل شوية تك 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 تو ماتش وخاصة يعني كتير شوية لأن التصفيق بس ما كانتش كل شوية حضرتك لا كان في هو تم التصفيق حسب عرف في اليوم 17 مرات من ضمنهم 5 لرئيس المجلس لا رئيس المجلس ما عشان هو خمسة من عشرة لا يعني 5 للرئيس وخمسة وخمسة لرئيس المجلس فلا كان تصفيق كتير الحقيقة أنا لاحظت إنه كتير يعني أنا ده كان رأيي أنت عضو برلمان جاي بتمثل الشعب عليك أن تستمع كويس تتكلم باقتراح يعني على كده حضرتك زعلان من الناس اللي ثلاث قالت له بنحبك يا رئيس طبعا يعني ايه هطلع في البرلمان اقول اي لاف يو لو ترجمناها ما هو ده كلام مش مظبوط ما سيبنا من ترجمنا ما هو بيحب الرئيس ما احنا بنحبه بس هو اي هاف يعني انا عايز اقول لك حاجه احنا كشعب مصر كل واحد يعبر عن حبه بطريقه وبعدين حضرتك يعني كل ما تبص للنواب انت النائب بيبقى كل يعني ثلاث ايام ورا بعض كل ما يجي تبص لان هو قاعدين بيحضنوا في بعض ويبوسوا في بعض كما لو كان برضه ده مش ماهوش شكل يعني مدونه سلوكيات ضروريه عشان يعني يبان ده الكلام ده الحمد لله ان الكلمه كانت النهارده 13 وما كانتش بكره 14 وإلا كنا شفنا الدباديب ألقاكم بعد الفاصل السيدات والسادة شعب مصر العظيم نحن نمتلك حلما نطبقه عملا ويقيني بالله سبحانه وتعالى بأننا أمة عظيمة وعريقة قادرة على اجتياز البحر وعبور الصعاب نحو الغد المشرق إن شعب مصر يتطلع إلينا بأمل كبير وثقة غالية أرى وترون معي أن الأمل يشرق في الأفق نراه في سريان نيلنا الخالد حقولا تزهر وتثمر وآلات تدور ومبان تعلو وعمرانا يمتد وعملا دؤوبا ونوايا خالصة على هذه الأرض الطيبة أرى الأمل
في عيونكم أنتم نواب شعب مصر الأبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الأخير من لقائنا مع النواب المحترمين الأستاذة بسنت فهمي والأستاذ فؤاد بدراوي والمهندس أكمل قرطام، الرئيس يقول الأمل يشرق في الأفق. حتى يشعر المواطن بهذا الأمل الذي يشرق في الأفق محتاجين إيه؟ شوف حضرتك، أنا بتفق مع السيد الرئيس. إحنا هكرر، إحنا لو اشتغلنا حتى لوحدنا بس بأصول الشغل المظبوط، مصر ممكن تتقدم بسرعة جدا. وهقول لحضرتك، أنا دايما بقول عندنا ثروات هائلة، عندنا مجموعة كبيرة قوي من العقود والاتفاقيات مدينها مع أفريقيا والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي، عندنا شباب بيشكل تقريبا 40% من الأمة، عندنا رجال أعمال على أعلى مستوى ومنهم وصلوا إلى العالمية، عندنا جهاز مصرفي مستقر وعنده فوائد قد كده يقدر يشتغلها، عندنا بورصة واعدة وعندنا إرادة. مفيش حاجة توقفنا، إحنا عندنا حلم كبير ونستطيع تحقيقه. التعاون الدولي يمشينا أسرع. التعاون لا مفيش الدولي. لك بالعكس، إحنا نقدر نشتغل. التعاون الدولي ولا التعاون الدولي؟ لا، التعاون الدولي مفهوم آخر. وده يمكن اللي السيد الرئيس اتكلم عليه، إن النهاردة علاقاتنا الدولية متوازنة مع الكل، وعمل اشتغل جامد قوي على الموضوع ده. إحنا منفتحين للعالم كله يجي يتفضل يشتغل معنا. العالم كله جاء في شرم الشيخ وقال لنا انا عاوز اجي اشتغل معاك، ودي الرساله اللي انا خدتها. بس احنا علينا بقى واجب لازم نبتدي نشتغل عليه، مناخ الاستثمار. واحنا يمكن بنكررها كتير، وممكن ناس كتير تقول لك ايه مناخ الاستثمار؟ مناخ الاستثمار يعني افصاح وشفافيه، يعني استقرار اجتماعي، يعني حقوق البسطاء، يعني قوانين واضحه، يعني سياسه ماليه مقبوله للعالم، يعني سياسه نقديه منطقيه. هو ده المناخ. نعم. مش المناخ ان احنا نقعد نتكلم، لكن عندنا القدرة طبعا، عندنا الارادة طبعا، الناس عاوزة تيجي تشتغل معنا. وانا عايزة اقف عند الجزئية دي شوية. لو بصينا على العالم، بص حضرتك على المشاكل الاقتصادية، شوف الصين حالتها شكلها ايه، شوف اوروبا داخلة على انكماش، شوف اليابان، شوف المنطقة الشرق الاوسط. احنا من البلاد القليلة في العالم الواعدة، احنا وافريقيا، ثروات بكر مستعدة، شباب، كل حاجة عندك. وهم فعلا اتجهوا لأفريقيا دافع. لازم لازم يعني فوتونا في السكة. لا ما فوتوناش. هقول لحضرتك كمان منطقة قناة السويس مهمة في ايه، عشان برضو مش موضوع انها ممر، الكوريدور اهم من الممر. وهقول لك ليه. محور، انت المحور ده حضرتك عامله منطقة خاصة. يعني الصين لما جت فتحت عندنا، هي ما فتحتش حبا فينا، دي جاية شالت حالها من اخر الكرة الارضية قعدت عندنا عشان تخش علينا وعلى افريقيا كلها. وتستفيد بقى من الاتفاقيات اللي موجوده اللي انا ذكرتها، تستفيد من قرب المسافه، توفر في البترول ومع افريقيا واوروبا يعني. وبعدين تخش طبعا، يعني انا في شركه ضخمه امريكيه مش هذكر اسمها لان هي اكتر مثال بارز في ده، شالت حالها وجت بتنتج عندنا عشان تخش اوروبا. ليه؟ لان وهي داخله اوروبا من هنا اولا اقرب، ثانيا بتوفر 15% جمرك، وهي بتخش من عندنا لو ما دخلتش من أمريكا. فانت عندك، يعني انا دايما انا بقول مصر دي تقدر تعتبر مركز هب للعالم كله. طيب الامل يشرق استاذ فؤاد، يعني الامل يشرق، والاستاذه بسنت ادت لنا اسباب كثيره للامل، ولكن في اكيد حاجه بخلينا متكتفين قوي. ايه اللي مكتفنا؟ هي منظومه متكامله زي ما تفضلت السيدة النائبة، هي منظومة متكاملة مع بعضها. استقرار أمني، أيوة. منظومة قانونية تشجع وتهيئ المناخ الاستثمار الجيد. ثلاثة، خلق مشروعات تنمية، ويمكن منطقة الكنال وبعد حفر قناة السويس ومنطقة سيناء، كل دي لازم يكون فيها مشروعات جاذبة للاستثمار و خلق فرص عمل الشباب. ثلاثة، ان يكون عندنا الرغبة الأكيدة كمواطنين كل في موقعه على ان تضافر الجهود من اجل خدمة الوطن ومن اجل النهوض بالبلاد، لان لو تراخينا او تكسلنا
ما طبعا لن نحقق شيء. واي عمل عاوز جهد، اي عمل عاوز انك انت تسعى لتحقيق الهدف منه، لكن هنقول هنعمل وهنسوي وهنخلق واحنا قاعدين على مكاتبنا وقاعدين على كراسينا لن يجدي هذا الامر. نعم. ان يكون هناك الرغبه الاكيده، وفي شعوب في العالم يعني عندنا امثله لها كثيره. نعم. انا عايز ازود كلمتين. اتفضلي. الارهاب خطر جدا، لكن الاهمال والفساد اخطر على مصر. اكيد. فياريت احنا كلنا يعني مش هنقعد نشاور على بعض، احنا عارفين يعني ايه فساد من اصغر واحد لاكبر واحد. لو استمرنا بالطريقه دي الحقيقه هي ده اكبر عائق. كمان الاستقرار الاجتماعي انا بكرره كل مره، مش ممكن الناس هتفضل قاعده ساكته كده. فالاستقرار الاجتماعي ومكافحه الارهاب ومكافحه الفساد والاهمال دي اهم حاجه. عظيم. سيادة النائب أكمل، حضرتك أخدت بوينتس كتيرة قوي. اه يا فندم، لأن عشان وأنا بتفق مع الكلام كله اللي اتقال، إحنا فعلا كسوق إحنا سوق واعد جدا في مصر، ناس كتير قوي عايزة تيجي تستثمر هنا. بس أنا لازم أمهد الطريق. كل اللي قالته بسنت هانم وكل اللي قاله فؤاد بي، يعني أنا عايز أقول إن مصر فيها مصادر القوى الذاتية اللي عندنا. إحنا علينا إن إحنا نعرف إيه مصادر القوى الذاتية دي عشان نعظمها ونشتغلها. يعني أنا عندي ناس، عندي السنة العمرية الواحدة فيها حوالي 2 مليون، فأنا لو حسبت من سن 18 لسن 40 اللي هي الفترة دي هلاقي عندي عدد كبير جدا من نص الشعب، من الناس نص، أكتر من نص الشعب. طب أنا هعمل معهم إيه أولا؟ الناس دول نقصهم المعرفة الاقتصادية، إزاي هودي لهم المعرفة الاقتصادية؟ إزاي هقدر هعمل إيه؟ فأنا لازم ده يتوجب على إن يكون عندي استراتيجية واضحة ومفهومة أعرف أتحرك بيها، ولازم يبقى عندي تنظيمات قوية في الدولة. هذه التنظيمات وتنظيمات وسيطة كمان. يعني ايه تنظيمات في الدولة؟ يعني زي ما حضرتك كنت، هيئات. عندي يكون هيئات قوية عندها نظام قوي ومحكم. يعني مثلا لو بتكلم على هيئة مش عارف ايه الصادرات، لازم دي تكون قوية، تكون فاهمة بره بتشتغل ازاي واحنا عايزين ايه بالظبط. لازم تكون منظمات الدولة دي منظمات قوية. اتوقف مع حضرتك هنا عند الهيئات واللي بره واحنا بنتكلم عليه. أنا عندي قناعة وعندي كذا استفسار، طبعًا جاي الاستفسار بيتكلم على ماذا نفعل مع أبنائنا في الخارج، وإزاي إننا النهارده نديهم حقوقهم اللي موجودة وإن هم يبقوا قادرين يتعاملوا، محتاجين الكثير من التشريعات اللي تحميهم. لكن في نفس الوقت أنا ليه ما بستعينش بالعشرة مليون اللي موجودين بره من المصريين، وخاصة من أبنائهم الشباب اللي ولدوا في الخارج؟ إن هم ممكن، لو أنا النهارده بقول هل هم فاهمين الأسواق اللي بره؟ طب ما اللي قاعد بره فاهم السوق اللي بره. ده مصدر قوه ذاتيه عندنا لا نستغله، عشان كده قلت احدد مصادر القوه بتاعتي. انا مصادر القوه الذاتيه عندي ايه؟ ما انا لازم اعرفها. عندي موقع، عندي موقع جيد جدا، الصين ممكن توفر من خلاله لما تيجي. إيه استثمارات الصين عندنا في مصر هامشيه جدا على فكره. هامشيه ليه؟ هامشيه مع ان احنا الموقع بتاعنا يوفر لهم كتير زي ما قلت. ده الموقع يعني الناس اللي بيتكلموا في النقل البحري بيتكلموا بيقولوا ان زاويه الانحراف بتاعتنا في شرق البورسعيد صفر، فبالتالي المركب بتفضل مكملة طريقها غير المواني الأخرى في الدول الشقيقة اللي هي بتاخد برضو بتستهلك وقت ووقود أكتر. إذن احنا عايزين نحدد مصادر القوة الذاتية دي ونعظمها ونشتغل عليها، ويبقى عندي تنظيمات قوية بتاعة الدولة. يعني مثلا في بلاش أقول يعني في عندهم هناك اللي بنقول عليها إيه، يعني الـ اسمها الانتليجنت، يعني هم مش عايز اقول بالعربي يعني حتى انظمه ذكيه ولا ايوه عندهم، بحيث ان حضرتك لما انت لازم تكتشف السوق حواليك ايه، البلد دي محتاجه ايه بالظبط اللي هناك عشان تطلع. انت لازم هتربط هذا الكلام بالتعليم وبالتدريب واعاده التاهيل. يعني انا ليا راي جايز يكون غريب جدا، عند حضرتك الموارد، انت شعب اغنى من دوله، الشعب بتاعك اغنى من الدوله، الشعب بتاعك ما بيدفعش اللي عليه للدولة. طب أنا هدمج الاقتصاد الموازي ده إزاي؟ أنا اقترحت مرة اقتراح وفي قاعدة مع الرئيس وقاعدين، قلت له غيروا شكل العملة. شكل العملة؟ طبعا. أنا كل اللي عنده فلوس وهسمح إن كل واحد عنده 50,000 هو ده اللي يقدر يغيرهم، غير كده لازم تكون من خلال البنك. أدخل كل هذه الفلوس للبنك، تبقى فلوس الناس من البنك، التعامل بعد كده بشيكات وكريدت كارد وخلافه لازم تسمى عندي، لازم اعمل. لان انا عندي اظن في رايي انا الاقتصاد الموازي اللي انا بشوفه كده
ضعفي الاقتصاد الحقيقي. Yeah. حضرتك الناس بتروح تشتري الموبايلات من عند الشركات الموزعة واخدة معاها بالستة مليون جنيه كاش في شوية. والعمارات بتتباع بنفس والعمارات بنفس الحكاية يعني والدكاترة والمحامين وكل هذا الكلام. هذا الاقتصاد لازم يخش جوه المنظومة الاقتصادية. قمنا زود الموارد، أقدر بهذه الموارد لما تزيد أعظم قيمة القوى الذاتية اللي عندي اللي هي عايزك، سواء بقى هشوفها في الزراعة أو في الصناعة أو في المعادن أو 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 أو، ويبقى عندي استراتيجية طويلة الأمد. طب زراعة صناعة معادن، عندي عدد كبير جدا من الاستفسارات بعضها موجهة لحضرتك، بيقولوا عن ملف الاقتصاد البحري، وناس كتير من اللي بيعملوا في البحر عندنا أو ما يتعلق بالنقل البحري وغيره، يعني يتم فتح الاقتصاد البحري المصري ما عدا مشروعات قناة السويس داخل البرلمان، وتقدم مشروعات فعالة لاستغلال الموارد البشرية والسفن الباقية من الأسلوب من الأسطول البحري المصري. عندنا كتير متخصصين في المجال من غير الحكوميين بيلجأوا لحضرتك شخصيا. أيوة، لأن أنا حضرت معهم كذا الحقيقة اجتماع، وكنت مبهورة إزاي إحنا عندنا الإمكانيات دي وما عندناش، مش عايز اقول نرجع تاني زي ما كان عندنا الترسانه وصناعه السفن دي صناعه لوحدها حضرتك طبعا. يعني انا بتفق معهم طبعا، وانا كنت تقابلت مع مجموعات منهم وحسيت هل هيطرح ده مجال ممتاز. يعني هم الناس حاسين النهارده، وكنا دايما نقول لهم اصبروا لما يجي البرلمان، اصبروا لما يجي البرلمان. احنا حيلا اعلام شغلتنا نوصل، لكن البرلمان شغلته يحط رجله بتقله ويقول هذا هو ما نريده، تعالوا نناقش هذا الموضوع. شوف حضرتك، بالرغم من انا في يعني عضو حاليا في اللجنه الاقتصاديه، لكن انا شاعره ان اغلب اللي موجودين في البرلمان مهتمين بالاقتصاد. كلنا عارفين مشكله مصر فين حقيقه، الاقتصاد البحري على وجه الخصوص. لا، ما ده جزء منه حضرتك. يعني في مقترح بقانون هيطلع من اللجنه حضرتك بخصوص بخصوص النقل البحري؟ هم نفسهم، وانا طلبت منهم الحقيقه، انا كنت قابلت احد يعني مجموعه كبيره منهم، قلت لهم، لان انا حضرت عروض هايله بالبرزنتيشنز بالباوربوينتس، قلت لهم انا عايزه كل هذه الشرايط اللي الناس تتعرض الاول لما تيجي تتكلم في اللجنه، مش عايزين بقى نشتغل بالطريقه التقليديه. قلت لهم ادوني كل ده نعرضه علشان الساده النواب يقدروا يقتنعوا بالقوه اللي موجوده. الحقيقه احنا عندنا، وانا قلت لحضرتك او يمكن ما ذكرتش في برنامجك ده، اقتصادنا في مصر على اعلى درجه من التنوع. انت مش اقتصاد مثلا ده نفطي ده لا، ده انت عندك بحار وعندك انهار وعندك موارد ثروات وعندك صناعه وعندك سياحه، وسياحه ايه؟ كل انواع السياحه، وعندك زراعه وعندك حرف. يعني الحقيقه انا دايما كنت اقول اقتصاد مصر اقتصاد قاره عشان التنوع اللي فيه. طب امال ايه المشكله؟ طالما عندنا كل هذه المزايا. لا احنا اذا كان عندنا فساد فظيع نظام، وكان عندنا مش نظام، بس قالها لي واحد من القائمين على الزراعه في مصر مش حكوميين، وقال لي خدعوك فقالوا اننا دوله زراعيه. لا معلش حضرتك، لاننا ما عندناش مقومات زراعه، لا عندنا الجو المناسب ولا عندنا الميه ولا عندنا التربه. لا اساسا كنا دوله زراعيه، ما كنا دولة زراعية، كنا بننتج القطن ونصدر القطن على قد المساحة الصغيرة. ايوه، لا القطن المصري معروف. خبر سعادتك ازاي يمكن دلوقتي بقى حصل تراجع ليه بقى؟ لا السياسات العامة، السياسات العامة، لكن ان شاء الله هو العالم ما بقاش يستخدم طويل التيلة برضه، يعني في حاجات مليون فدان عالمية. مليون فدان، يعني مليون فدان عشان تتزرع دي عاوزة شركات عايزه مساحات كبيره، مساحات كبيره، شركات كبيره متخصصه هي اللي تقوم بزراعه المليون فدان. ما ينفعش شاب، احنا عايزين شركات كبيره للمليون فدان، عايزين شركات كبيره للتاكسي، عايزين شركات كبيره، شركات كبيره مصريه كمان، مصريه شركات عاليه جدا، تكلفه عاليه جدا على الشاب ما يتحملش. ارجع واقول مهم اعرف انا بزرع المليون فدان ليه، لازم اكون عندي استراتيجيه داخل بيها. انا بزرعهم عشان اكتفي من القمح، ولا بزرعهم عشان ابني ازرع منتجات هصنعها ويطلع حضرتك احنا حاجات عندنا مجففه في راسي، بس لازم لازم يعني انا مش عايز اذكر اسماء، لكن احنا يعني عندنا شركه من الشركات مثلا اذا حبيت اقول اسمها اقولها، دي شركه مصريه، شركه سيكم، ابتدوا قد كده والنهارده ما شاء الله بيشتغلوا في الزراعه العضويه ومدن متكامله. لازم اكون عندي طبعا الفيجن، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش. وعلى فكره الشركه دي بتشتغل في الصحراء، يعني هذه الشركه حضرتك بدات في الصحراء بالبيس. فالكلمه اللي بيقولها حضرتك السيد المحترم ان احنا دوله ما عندناش مقومات الزراعه، لا ده في بلاد بتزرع في القطن وفي بلاد بتزرع في الحجر طب ما يبقى ربنا مدينا ده كله، ما نقولش ما عندناش. رساله سياده النائب اكمل من احمد صلاح طه على كلمه حضرتك، نحن شعب اغنى من الدوله، قال لك كان زمان.
لا والله لحد دلوقتي، بس هو يمكن ما هو يمكن هو من الجزء الثاني يعني. من الجزء الثاني. طيب خلينا نقول كده واحنا يعني في ختام لقائنا، ان في عندنا دفعه امل موجوده من الساده النواب المحترمين عززها وجود الرئيس بخطابه النهارده، ولكن واضح ان هم اصلا ممتلئين بهذا الامل وعندهم استعداد ان هم يشمروا. ما كانوش فعلا شمرتوا ولا هتشمروا؟ هنشمر والله شمرت. بعد الله يا فندم. لا والله انا يعني هكذب، احنا بدينا قبل كده. لا احنا بدينا، لا احنا بدينا وعندنا قائمه كبيره قوي من القوانين اللي ان شاء الله هنحاول نفعلها. معتمدين على الله ثم عليكم في الكثير من الامور اللي هتحصل في المستقبل. بشكر حضراتكم على تشريفكم لينا واسفين سهرناكم. بشكر النواب المحترمين الاستاذه بسنت فهمي. انا اللي متشكره يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. والنائب المحترم الاستاذ فؤاد بدراوي، شكرا لحضرتك. والنائب المحترم المهندس اكمل خطام، شكرا لحضرتك. خلوني اختتم كده باخر كلمتين قالهم الرئيس في كلمته النهارده. قال: ايها المصريون، هذه مصر نادتنا فلبينا، وها هي تناديكم فلبوا النداء وتعالوا نبني سويا مجتمع العمل والامل، مجتمع تجمعه المساحات المشتركة ولا تفرق أبنائه الصغائر والمصالح الضيقة. تعالوا نقيم سويا ومعا دولتنا، دولة شابة قوية. إن أمامنا فرصة تاريخية لبنائها، وسنبنيها بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظ الله مصر وشعبها وصانها مستقرة وآمنة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. أشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير. تصبحوا على خير.